مالك يا حسن؟ مبسوط بالمكتب يا حسن؟ حقك، مش هقول انه مش حقك، وهقول لك كمان ان مروان كان غلطان. عايزني اقول لك الاكتر من كده؟ مروان غلط فيك، واللي انت بتعمله ده رد فعل طبيعي جدا لما يبقى ابن عمك، ابن خالك، صاحبك، بس مش اخوك. مش عارف، حاسس كده كأنك ملاك نازل من السماء. يا ريت. والمفروض اني اصدق، مش كده؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي كده نقعد مع بعض نحسبها ونقسمها وكل واحد ياخد حقه. وانا ما عنديش مانع. يا ريت. زمان؟ مش زمان قوي يعني. لما ابويا مات وجينا لكم كان لينا حق، وانت عارف ان احنا كان لينا حق. أبوك وقتها قال لأ مالكوش حاجة. أبويا مات يا حسن ومات مقتول، ومش هنتكلم في الموضوع ده، أنت عارف مين اللي قتله، لأن الحكاية دي خلصت وانتهت خلاص. مروان لعب في الورق وخد كل حاجة، وأنت كمان تقدر تعمل زيه وتاخد كل حاجة، وأنا عن نفسي هشهد إن هو باعلك وإنك اشتريت. ومش كده وبس، أنا كمان هقف قصاد أمي وأقول إن هي خدت الفلوس وبعترتها وخسرتها. إيه؟ حبيتينا كده مرة واحدة؟ ولا حصل لمخك حاجة أنت كمان؟ لأ، أنا هتنازل عن حقي في الأرض والفلوس، بس أنا ليا حق تاني مش هتنازل عنه وهاخده. حق؟ حق إيه؟ حقي فيك يا حسن، حقي في مروان، حقي في شمس، حقي في عمي عبد الحكيم الله يرحمه، حق ان انا يبقى ليا ناس واهل واقفين ورايا وفي ظهري، حق ان يبقى ليا اصول لما اقعد مع حد ولا اتكلم مع حد اقول لهم انا من بيت عبد الحكيم، انا من اكبر عيله في البلد كلها، اقول لهم انا حسن ده يبقى ابن عمي، وشمس تبقى بنت عمي، فوزيه دي عمتي، ومروان يبقى جوزي. حق انك تفضل ورايا وفي ظهري، حق انك اخو جوزي وعم ابني اللي جاي في الطريق. بلاش كلام أهبل. اللي بقوله ده مش كلام أهبل، أنت عارف ومتأكد كويس أوي إن دي الحقيقة، بس أنت اللي مش عايز تفكر يا حسن. هو أنا لما أتعب يا حسن ولا أحتاج لحاجة هكلم مين غيرك؟ هستنجد بمين غيرك؟ أنا عارفة إن مروان غلط، وعارفة إن أنت شايل منه، وعارفة كمان إن أنت مش غلطان، بس خلاص بقى، كفاية لحد كده. مهما كان ده اخوك، خليك انت الاحسن علشان خاطري. صدقني والله العظيم هتبقى انت الكسبان. انت عارف لو انت ومروان حطيتوا ايديكوا في ايدين بعض مفيش حاجه تقدر تهزكوا ابدا. ابعد عن الشغل مع محرم، سيبك من الشغل المشبوه ده، طهر فلوسك من النجاسه اللي هي فيها، على الاقل اعمل حاجه لابوك تخفف عنه عذاب الاخر. كلامك حلو ومش هقول انك غلط، مش هقول انك مالكيش حق فيا او ان مروان مش اخوي، بس حقك فيا زينب راح وانتهى، ومش انت السبب، لا امك هي السبب، ومروان هو اللي اختار ان الدم يبقى ميه والمال النجس. احنا كلنا وشربنا ولبسنا منه وبقينا احنا وهو حته واحده. مين قال كده؟ انا اللي بقول كده. انا مش هسامح مروان ومش هزعل عليه. خليكي بعيد يا زينب، انزلي مصر زي ما عملتي قبل كده، انسينا. ولو تقدري خلي مروان هو كمان يبعد وينسانا. وانا مش هستسلم يا حسن ومش هسكت، علشان عارفه ان انت جواك طيب، وعارفه ان انت احن قلب في العيله دي كلها. قلب الحنين مات خلاص يوم مروان علقني من رجلي وفرج رجالته علي. وانا مش هسيب مروان، وهيخرج
بس انا عايزة اعرف ان انت اللي خرجته. مروان مش هيطلع يا زينب. يعني مفيش فايدة حسن؟ لا مفيش. والله يا ستي كريمة لا مؤاخذة يعني انا مش فاهم حاجة. يا حاج انا كلامي واضح وبقول لك انا تحت امرك في اي حاجه وكل حاجه وبنفس السعر اللي كان مروان بيبيع بيه. والله برضو انا مش فاهم مين المسؤول عن البيع والشراء. انا يا حاج. وحسن اقول هو. انا معايا توكيل رسمي وليا الحق في التصرف في كل حاجه وفي اي حاجه. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما انت عارف ان مروان صاحب الارض وصاحب المال. يعني ايه؟ يعني ادي توكيل من مروان. انت مش كل اللي يهمك ورقك يبقى سليم ومظبوط وفلوسك تبقى مضمونه ولا انا غلطانه؟ والله عداك العيب. عايز اقول لك حاجه مهمه بقى. اتفضلي. حسن تنساه خالص. والله يا ست كريمه انا برضو عندي كلمتين عايز نقولهم لك. اتفضل. اللي بيحصل ده مش في صالحكم والناس هتبتدي تخاف منكم، سمعتكم هتبقى وحشه والتجار منينا ما يحبوش لقمة العيش المطوطة. عندك حق. بس إن شاء الله كل حاجة هتمشي سليم وهتتحل بإذن الله. بإذن الله. على العموم ما كله تمام أنا تحت أمرك، أنا من إيدك دي لإيدك دي برضه. وأنا تحت أمرك. طيب نستأذنك. أنسة وشرفني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم يا ستاني ما هي الزيارة من النهاردة خالص، أنا أصلاً بعمل كده وأنا قلبي واقع في رجلي، لو حد عرف أنا عايشة هتقطع. طيب دي حاجة بسيطة كده ها؟ خلي بالك منه والنبي. ربع ساعة بس مش أكتر استانم ها؟ سيء عليك النبي. حاضر حاضر. اتفضلي. مروان وحشتني. وحشتك قوي. لو كنت جيتي كنت هموت. الحل كان عمال يودي ويجيب. يقول معقوله تكون زينب عارفه اللي حصل وما تجيشي؟ انا عارف ان انت كنت هتعملي اي حاجه عشان تيجي. تعالى تعالى تعالى. هو انت فاكر ان انا هسيبك؟ أنا مش هسيبك، أنا جنبك ما تخافش. أنا لازم أطلع من هنا، لازم. هيحصل، هيحصل. وحسن هات فين؟ ما تقولش ولا كلمة. حسن ده أخوك. صدقني يا مروان هو ده الحل لكل اللي إحنا فيه. لازم دايماً تفتكر إن حسن أخوك من دمك. أنا اللي عمله؟ هو إحنا ليه ما بنشوفش اللي إحنا بنعمله؟ وبنشوف بس اللي الناس بتعمله فينا. أنت كمان عملت اللي أسوأ من كده. أنت اللي ابتديت يا مروان. لازم تعترف ان انت غلطان عشان تقدر تفكر صح. انا كنت عايزه يبقى راجل. مش من حقك تحكم عليه بالشكل ده. مهم مش موضوعنا ده دلوقتي. طب انت عارف ان انا بفكر وبقول الحمد لله على اللي حصل ده. انا مش زعلانه. او يمكن ربنا عمل كده عشان عايزك تكفر عن اللي انت عملته. هتخرج ما تقلقش. النهارده او بكره بالكتير. أنا مش هسكت غير لما أشوفك خارج من هنا. بس أنا عايزك توعدني إن أنت تطلع شخص تاني. شايف الدنيا صح يا مروان؟ أخبره إيه؟ كويس. بيسأل عليك. بجد؟ أنت عارف إن أنا بقعد أكلمه بالساعات. بقعد أحكي له حكايات كتيرة أوي. شكله كده هيطلع زي أبوه. بيحب يسمع ويقول كلام حلو كتير. أي حد يشوفه يحبه. ربنا يخليك لي يا زينب. يخليك لي يا حبيبي.
وبعدين كنت مستنية مهدي يطلبك؟ يطلبك انتي؟ اوعي تقولي بجد ان انتي كنتي زعلانة او انك يعني كنتي هتوافقي عشان عايزة تسيطري عليه. لا خالص، انتي كان نفسك تعيشي حياتك، كان نفسك تحسي ان انتي لسه لحقتي الدنيا اللي فاتتك. مشيتي ورا محرم وسمعتي كلامه قالك انك هتملكي الدنيا كلها باللي فيها وهتبقى تحت رجليكي، لكن في الاخر بقيت انتي اللي تحت الرجلين. هتعمل ايه؟ مهدي مش هيسكت. يعمل اعمله، انا خلاص قررت. خلي بالك احنا مش لازم نردخله خالص. إلا لبنى يا ريم، إلا لبنى. مالك فيك إيه؟ إيه؟ فيك إيه؟ حرم. ألو، القهوة اللي بيشربها أخوكي حالاً مسمومة. أنا بقول لك بس عشان تبقي عارفة إن أنا طايلكم في أي وقت وفي أي مكان. الفرح يوم الخميس زي ما قلت لكم، ده لو لحقناه وفضل عايش. ها؟ سلام. أنت دخلت دماغي بجد والله العظيم. طب والله يا باشا انا مش عايز حاجه من الدنيا اكتر من كده، انا اللي يهمني ان اكون خاتم صغير في صباع سعادتك الكبير. خد. صدق بقى ان انت كده جرحت مشاعر صوفا. ليه؟ ما بتحبش الفلوس ولا ايه؟ هو في حد ما يحبش الفلوس يا باشا؟ بس عادي يعني، الفلوس بتروح وتيجي عادي. يعني الفلوس مش مهمه عندك؟ طيب يا باشا، ايه يعني هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ طيب امشي دلوقتي وبلغني بالاخبار اول باول. عينيا، بس انا ليا طلب صغير قوي عند سعادتك. خير؟ ممكن اخد 2 من البتاع ده وشويه يعني ما كانش فيها نزاله. ربنا يخليك، وشويه من البتاع ده بقى يبقى عسل. ما تاخد خيارتين معاك بالمره. اه يا سلام يا باشا، فاهم مزاجي برضه. يلا شوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب يكون بخير. هيقوم بالسلامة. وبلغ مهدي بتاعك ده انه مهما. لحظة واحدة، اوعي تغلطي. مهدي بيه لو عارف ان انت بتغلطي فيه هيزعل، وزعله صعب شوية. روح قول لمهدي بتاعك اذا كان كده خوفنا. لا 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 استني بس، استني بالراحة عليا. خوف ايه ورعب ايه؟ الباشا كان عايز يوصل رسالة بسيطة صغيرة كده يعني. الفرح في ميعاده. المرة دي كان محرم بيه. المرة الجاية ممكن يكون حد تاني. عايز اقول لك كمان يا هانم إن في ملف دلوقتي في طريقه المكتب النائب العام. تصوري الناس بيقولوا عليكم إن أنتوا خطر على الأمن العام؟ آه والله، ناس غريبة جدا، مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين. والملف كمان مدعم بالأدلة، يعني حضرتك لو دخلت السجن مش خارجة منه، ده لو ما خدتيش إعدام. بس أنا عايز أطمنك، إحنا عرفنا مين اللي مع الملف، ومهدي باشا بيبذل قصارى جهده إنه يجيب الراجل اللي مع الملف إن شاء الله لو حط على باب مكتب النائب العام. ما تقلقيش خالص. مبروك يا هانم. باي. Oh.
حاجة بكده استغربها فيك يا بوتك. وأنا أكتر حاجة عارفاها ومتأكدة منها إنك مش شايف الحقيقة يا حسن. أعمى يعني لا مؤاخذة. أنت فاكرة إن أمك هتحميكي مني يا ريتال؟ ما تقدرش تعمل حاجة. أنا سايبك بمزاجي. عايز أسألك سؤال محيرني من زمان. هو أنت إزاي مصدق نفسك قوي كده؟ إزاي متخيل إن أنت ممكن تبقى كبير العيلة دي؟ أبوك نفسه كان شايفك عيل صغير يا حسن، عمره ما اعتمد عليك. بعدين يا حبيبي إيه اللي في إيدك علشان تبقى صاحب الأمر والنهي في البيت ده؟ ما خلاص مروان خلى كريمة فوق الكل. ساكت ليه؟ عارفة إيه اللي مصبرني عليكي؟ إيه؟ إنك أم ولدي. لا، أنت اللي مصبرك إنك عارف ومتأكد إنك مش هتقدر تعمل حاجة. أنا هعرفك أنا ممكن أعمل فيك إيه. حسن ترزل! إيه قولك إن هردك؟ مش بمزاجك. بمزاجي. حالك مش قادر يستوعب يعني اللي بيحصل. البيت ده بقى ملكنا يا حسن، بقى ملك كريمة خلاص. أخوك عمل لها توكيل علشان تعمل كل اللي هي عايزاه، واللي أنت متعرفوش بقى إنه كتب لها البيت ده بيع وشراء. يعني أنت دلوقتي قاعد في بيتي في ملكي اللي ما تملكش فيه أشياء واحدة. عارفة عشان إبليس في الجنة. عارفاه. ما هو قدامي أهو عشمان في المستحيل. اخفي من قدامي. اخفي بدل ما الواد يتيتم. ماشي يا حسن. حسن موجود؟ ايوه حسن بيه موجود. روح انت. اصلي بكلمه موبايله مقفول. موبايله مقفول؟ مش عارفه هو مقفول ولا لا بصراحه. بس انت بكحه قوي. جاي له لحد هنا؟ هو مش طلقك؟ على حد علمي انك طلقته مش مراته. يعني الغيرة اللي في عينيكي دي ملهاش أي مبرر. غيرة؟ آه غيرة. وعلى فكرة أنت شكلك بقى وحش قوي. أنا لو مكانك أروح أشوف حاجة أعملها. ولا أقولك روح اعملي لي قهوة. قهوة؟ لا يا حبيبتي، أنت لسه صغيرة على القهوة. تعالي. مين اللي شكلها وحش؟ أنا ولا أنت؟ براحتك، كلميه وتعالي له هنا زي ما أنت عايزة. ربنا يسعدكم ببعض. أقول لك على حاجة كمان يا لبنى، أنا لو لسه على ذمته لحد دلوقتي كنت هجيبه لك علشان بس تجربيه. هو في المكتب جوه، خشي له. يلا ما تبصيليش كده. لبنى مهدي كان هيقتل بابا. كيف؟ زي ما بقول لك كده، مش كده وبس. ده مصمم ان الفرح يبقى يوم الخميس، وبيهدد ريم ان هو لو مش هيتجوزني هيسجنها، بتهمه مش هتعرف تخرج منها. محلوله بعون الله. ازاي بس؟ انا مش هقدر استغنى عن ابويا ولا عمتي مهما كان الثمن. ما تقلقيش عليهم. اما مهدي فربنا يتولاه. هو ده اللي حصل. يعني حسن وجبريه عرفوا ان انت عايشه؟ ايوه. يا دي المصيبه. ما تقلقيش، مش هيبلهم. ده حسن باعت عاوز يقابلني. يقابلك ليه؟ عاوز يتفق معايا على مهدي. بس انا مش جاي معايا ان حسن يحط يده في يدي. انا عارفه ومتاكده انه شايفني شيطان. ما انا اللي قتلت ابوه. طب ما تقولي لمهدي. ده مهدي ده ممكن يدفنه وهو واقف حي. كان ممكن اعمل كده لو ما كانش مهدي عاوز يخلص مني. يخلص منك ليه؟ من ساعة ما رحت لمحرم ومهدي فاكر اني بتفق مع محرم عليه. زمانه دلوقتي بيدبر له مصيبة. يبقى الحل الوحيد ان ننفذ اللي حسن بيقول عليه. ايوه بس حسن هيعمل ايه مع مهدي؟ حسن يجي ايه جنب مهدي؟ حسن بيحب لبنى ومهدي عاوز يتجوز لبنى وهيعمل اي حاجة عشان يتجوزها.
طبعاً حسن مش هيسيبه، ولا يبقى منظره إيه قدام حبيبة القلب. وبعدين؟ حسن ممكن يعمل أي حاجة عشان لبنى ما تروحش منه. بس ممكن يوزنها؟ مش هو اللي هيوزنها، وهو ده اللي لازم نستغله. إزاي بقى؟ ما هو أنا جايباكي هنا عشان نفكروا مع بعض. بعد الشر عليك، إن شاء الله حطيب وتقوم تبقى زي الفل عاد. هيقوم ويبقى لطيف وظريف عشان يحضر الفرح، مش كده؟ وإنت يا ست جبرية هتروحي بيتك بقى تقعدي مع عزازة مكرمة وتصلي لك ركعتين، ممكن ربنا يكرمك بحج ولا بعمرة. أنا وإنت إن شاء الله. قول يا رب. بقول يا رب، وأنا ليا غيره. بيعجبني أوي إيمانك. وأنت مش عاجبني خالص، عامل زي الدبور عمال تزن على الفاضي. طب نقي كلامك بقى، عشان أنا لو زعلت هتحصل حاجات مش كويسة خالص. ازعل واغضب ووريني هتعمل ايه لما تزعل. بالك انت يا مهدي. مهدي باشا يا جبرية. ها؟ لا، عنديش انا لا بيه ولا باشا دي. ليه يا مهدي؟ عشان كل الناس مهما كبرت قدامي بشوفها صغيرة قد كده. فوتك بخير يا عمدة. بركة إنه طيب وبخير. ابقي اسألي. عايزة أتكلم معاك. عايزة إيه؟ أنا عارفة كويس قوي إن مش فارقة معاك خالص جوازك من لبنى. كل اللي أنت عاوز تعمله إن أنت تكسر وتهده. ابعد عن لبنى احسن لك. وبعد ما اعمل كده؟ انا تحت امرك. بس انا عمري ما فكرت فيكي ولا لفتي نظري ابدا. وبعدين عيب قوي اللي انت بتعمليه ده. عايزه تاخديني من خطيبتي عشان اتجوزك انت؟ خطيبتي دي تبقى مين؟ بنت اخوكي؟ انت عارفه الناس لو عرفت اللي انت بتقوليه ده هيقولوا عليكي ايه؟ عيب قوي. عيب قوي اللي انت بتقوليه ده. انت بتغيري من لبنى ريم ولا ايه؟ غيري ده اللي انت بتتكلم عنها. بيسلمي لي على روسه. مش هينفع يا مروان، مش هينفع يا حبيبي. انا لازم يبقى في ايدي كل حاجه عشان يبقى عندي حريه التصرف. انت عاوزه يا كريمه اكتب لك كل حاجه؟ ده مستحيل. انا ما قلتش كده. كل اللي انا عايزاه تكتب لي البيت الكبير. ايوه يا حبيبي، عشان اقدر اقول مين يخش ومين ما يخشش. مروان انت مرمي هنا ومش عارف حسن بيعمل فينا ايه. بيعمل ايه؟ ما تضايقش نفسك بس. حسن عايز يبيع الارض وياخد حقها، يدفعها مهر للست لبنى. ما انت عارف حسن، لا مؤاخذة في اللفظ يعني، البنات مجنناه. مش هيقدر يبيعها يا كريمة. بيتهيأ لك. انت هنا يا اخويا مش دريان بحاجة. حسن وراي يجي ست محاميين بيلفوا ويدوروا في كل حتة عشان يبيعوا الأرض. حاضر يا كريمة، حاضر. على عيني.
على عيني رميتك هنا دي. بس ما تقلقش، بإذن الله إن شاء الله أنا هعمل كل اللي أقدر عليه عشان تخرج من هنا وترجع لبيتك ومكانتك. ما تقلقش. يعدلها ربنا. حسين مش هوصيك. ها؟ بقول لك إيه؟ هي كهربا غالية حبتين، بس يعني مش هتغلى على مروان بيه، مش كده ولا إيه؟ كده يا ستان. الجرعات بقى جرعتين، تلاتة، أربعة، خمسة. ها؟ عايزاه يتوه يبقى في ملكوت تاني خالص. تحت أمرك يا ست كريمة. شكرا. حبيبي يا مروان، صعبان عليا والله، بس نعمل ايه بقى؟ حكم القوي على الضعيف. خير يا حسن بيه؟ خير؟ عايزك تقولي على كل حاجة عملتها مروان، بعد ما تحكيلي كل حاجة بالتفصيل تقولي نعمل ايه عشان كل حاجة ترجع لأصلها. أصلها اللي هو يا بيه؟ أنا أصلها فاهم ولا تحب افهمك؟ فاهم يا بيه. هتفضلي قفشة كده كتير؟ في ايه فرح يعني؟ بقولك ايه، ما تيجي معايا بكره. اجي معاكي فين يا شهد؟ معزومه على فرح مهدي، اصل هيتجوز لبنى بنت محرم. انت بتتكلمي بجد؟ لا انا كده لازم اجي، ده احسن خبر انا سمعته في حياتي. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه ايه؟ اصل الباشا حسن ديك البرابر اللي فكر نفسه النسوان كلها بتجري وراه كان عامل حسابه انه يتجوز البت دي. بجد؟ اه والله. نفسي بقى اشوف وشه وهو شايف البت اللي كان هيموت عليها وهي بتتجوز واحد غيره. بس انت يعني معزومه بصفتك ايه؟ انا رايحه مع محرم. لا افهم بقى. هقولك الحكايه، اصل محرم مش موافق على الجوازه دي، مغضوب عليها يعني من الاخر، وانا ومحرم كده في ما بيننا مصالح، فلازم اقف جنبه في الموقف اللي زي ده. ولا ايه؟ وماله؟ الراجل يا اختي ما يعيبوش الا جيبه، لازم الست تقف في ظهره. ما تتلمي بقى. وانا قلت حاجة تقف ورا اصحابها يعني. لازم تنجحي يا زينب، لازم تأكدي للكل انك صح، وانك تقدري تعملي فلوس اكتر من اللي هما بيتخانقوا عليها مليون مرة. لا مش مهم الفلوس، المهم ان انا انجح، المهم اني اوصل للي انا عايزاه وابقى مش محتاجة لحد. هو ده اللي انا فعلا محتاجاه. أنا ابني لما يكبر كتر الفلوس مش هو اللي هينفعه، لأ سمعة أمه وأبوه نجحهم في حياتهم هو اللي هينفعه، وأهله كمان، أهله كمان هم اللي هينفعه. أهلاً أهلاً، الحمد لله على السلامة. وصلت إمتى؟ ياه؟ طب أنا في المكتب مستنيك. تنور تنور يا باشا. ما قلتيش يعني إنك جاية. قلت أطب عليك أشوفك بتعمل إيه؟ أنا ما بحبش الطريقة دي خالص. طريقة إيه يا عريس؟ أنا جاية أطمن إنك تمام ومش ناقصك حاجة. آه إذا كان كده يبقى أوكي، مفيش مشكلة. بس يعني لما هو فرحك بكرة والناس كلها تعرف، مش تقولي يعني أنزل أشتري فستان، أروح الكوافير؟ هو مش واجب برضه إنه حريمك يبقوا جارك في ليلة زي دي؟ حريمي، حلوة حريمي دي، عجبتني. انزلي هاتي اللي انت عايزاه وبعتيلي الفواتير. ولا اقول لك بلاش بلاش تعملي كده، سيبيني انا اقول لك تجيبي منين، لاني انا عارف ان ذوقك عره. انت بتموتني يا مهدي. هو انت عايزه تقنعيني انك بتحبيني؟ ايوه. انا مش هقول لك ما تعملش حاجه انت عاوز تعملها. انت عملت معايا خدمه كبيره قوي، وانا عمري ما هنساها لك، وهفضل وراك عشان انا مش جليله الاصل. انت مفكر اني لما رحت لمحرم كنت بتفق معاها عليك؟ وده مش صح. انت غبيه،
مش فاهماني. انا مش فارق معايا خالص انك قابلتي محرم. انا اللي فارق معايا انك كذبتي عليا وخنتيني وضحكتي عليا وقابلتيه من ورايا. وده انا هحاسبك عليه وعمري ما هسامحك عليه ابدا. منى هي اللي وجعت بيني وبينك. منى بنت هايله محترمه عارفه كويس قوي مين ولي نعمتها. ادخل. حضرتك الموظفة الجديدة استلمت الشغل، تحب تشوفها؟ آه خليها تدخل. تمام فهمت. هتعمل فرح؟ طبعاً، إيه إلا فرح؟ دي بنت محرم، لازم يتعمل لها فرح سبع ليالي. لبنى، كتكوتة الصغيرة. صباح الخير. أهلاً. نادية؟ اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. وصلت امتى؟ ياه، طب انا في المكتب مستنيك. تنور تنور يا باشا. ما قلتيش يعني انك جاي. قلت اطب عليك اشوفك بتعمل ايه. انا ما بحبش الطريقه دي خالص. طريقه ايه يا عريس؟ انا جاي اطمن انك تمام ومش ناقصك حاجه. آه إذا كان كده يبقى أوكي، مفيش مشكلة. بس يعني لما هو فرحك بكرة والناس كلها تعرف، مش تقول لي يعني أنزل أشتري فستان أروح الكوافير؟ هو مش واجب برضه إنه حريمك يبقوا جارك في ليلة زي دي؟ حريمي، حلوة حريمي دي، عجبتني. انزلي هاتي اللي أنت عايزاه وابعتي لي الفواتير. ولا أقول لك بلاش، بلاش تعملي كده، سيبيني أنا أقول لك تجيبي منين لأني أنا عارف إن ذوقك عرة. انت بتموتني يا مهدي. هو انت عايزه تقنعيني انك بتحبيني؟ ايوه. انا مش هقول لك ما تعملش حاجه انت عاوز تعملها. انت عملت معايا خدمه كبيره قوي وانا عمري ما هنساها لك، وهفضل وراك عشان انا مش جليله الاصل. انت مفكر اني لما رحت لمحرم كنت بتفق معاها عليك؟ وده مش صح. انت غبيه، مش فاهماني. انا مش فارق معايا خالص انك قابلتي محرم. انا اللي فارق معايا انك كذبتي عليا وخنتيني وضحكتي عليا وقابلتي من ورايا. وده انا هحاسبك عليه وعمري ما هسامحك عليه ابدا. منى هي اللي وجعت بيني وبينك. منى بنت هايله محترمه عارفه كويس قوي مين ولي نعمتها. ادخل. حضرتك الموظفه الجديده استلمت الشغل، تحب تشوفها؟ اه خليها تدخل. تمام فهمت. هتعمل فرح؟ طبعا، الا فرح؟ دي بنت محرم، لازم يتعمل لها فرح سبع ليالي. لبنى، كتكوتة الصغيرة. صباح الخير. أهلا. نادية؟ قول لي بقى يا عم يوسف، محرم بتاعك ده آخره إيه؟ ده ملوش آخر. يعني إيه؟ لا، أنا ما أحبش كده. أنا أحب كل حاجة تبقى قدامي كتاب مفتوح، ما أمشيش على عماية يعني. ماشي، وأنا؟ وأنت إيه؟ بصراحة أنا متضايق وزعلان منك. زعلان مني ليه بقى يا أخوي؟ علشان الاتفاق القديم اللي بيننا لسه ما خلصش، وفي ده لسه ما اتقطعش. بقول لك إيه؟ ما تخلي الباب موارب يا صوفة. الباب يبقى موارب لما كل واحد فينا يعمل اللي مطلوب منه، إنما الحب من طرف واحد ده ما يأكلش عيش. بين لي أمارة. ارمي انتي بيضك. بقولك ايه وايد، اوعى تكون فاكر نفسك ماسكني من ايدي اللي بتوجعني، تبقى غلطان. لا ماسكك، وانت عارفه كويس قوي ان انا ماسكك من ايدك اللي بتوجعك. وبعدين مش كل مره نتقابل نقعد نلف وندور حوالين بعض، لازم نجيب من الاخر. هتقدم لي ايه؟ هفرش لك السكه الكامله للطريق اللي احنا ماشيين فيه. ماشي، وانت ليك النص بالنص. نص بالنص ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني اللي هيخش جيبي ليك فيه النص. طب وانا ايش ضمني؟ قدام ربنا وانا كمان ايش ضمني ان انت هتغدر بيا وما تبعنيش؟ صح، طلبات. مروان كان ماسك كل حاجه، كل الشغل، ودلوقتي مفيش مروان. بس في حسن. لا، في كريمة، في أنا.
أنا اللي عايزة كل حاجة تبقى في إيدي، كل الشغل يبقى معايا، وأنا أقول اللي يمشي واللي ما يمشيش. مادام الموضوع كده بقى، في واحد مهم قوي لازم تقعدي معاه. مين؟ صبحي. مين صبحي ده؟ صبحي ده الدراع اليمين بتاع مهدي اللي هو مشغل محرم. وماله؟ أقعد معاه ما أقعدش ليه؟ ولا عندي زاد ولا عندي مية. مادام الموضوع كده بقى نبعت نجيبه دلوقتي. مفيش مانع. نادي أنا مبسوطة قوي إنك مبسوطة؟ مبسوطة إنك شفتيني؟ ولا مصدومة إني لسه عايشة؟ نادي أنت عارفة إن أنت غالية عندي قوي مش كده؟ أغلى من أبوي مثلا؟ ولا أغلى من المال والفدادين اللي سابهم؟ واللي عملتي حسابك أنت وأخواتك وأمك إنكوا تكوشوا عليهم؟ بلاش الكلام ده من فضلك. ليه؟ هو أنا بقول حاجة غلط؟ كل كلامك غلط. قولي لي يا زينب، هي أمك ليه نسيت طربوكي؟ ليه نسيت إن جبرية هي اللي قتلته؟ ليه نسيت إن عبد الحكيم هو اللي قتل أخوها قدام عينيها؟ هو أنا ليه هنت عليكم؟ ليه كلكم شهدتوا ضدي في النيابة؟ إحنا ما نسيناش. لا نسيتوا. أقول لك على حاجة أنت ما تعرفيهاش أو تعرفيها بس عاملة روحك ما واخداش بالك. عمتي اللي هي أمك أهم حاجة عندها الفلوس وبس. الفجر اللي شافته في أول جوازها من عم عبد الله خلاها ممكن تعمل أي حاجة بس ما تنامش يوم واحد على البلاط. وجوزتك مروان عشان تمسك البيت الكبير بيد من حديد. صح ولا أنا غلطانة؟ وبعدين؟ قوليلي عاملة إيه مع والد عبد الحكيم؟ هو ده بالظبط، هو ده بالظبط اللي أنت جاية عشان تعرفيه مش كده؟ عايزة تعرفي مروان عامل معايا إيه؟ أقول لك أنا بقى السؤال ده بيتسأل إزاي؟ بيتسأل كده، أنا عاملة معاه إيه؟ أنا كويسة جداً معاه ومبسوطة ومش هسيبه يا نادية ولا هبعد عنه. أقول لك على حاجة تانية؟ أنا مش عايزة بقى لا فلوس ولا ورث، ولو كنت أنا أو أي حد من أخواتي بنكرهك كنا لما عرفنا إنك عايشة بلغنا عنك، بس احنا ما نعملش كده. ما تقدروش. مفيش واحدة فيكم تقدر تعمل كده. عشان اللي أنا مسنودة عليه ممكن يهد الدنيا لو حد لمسني. أنا معايا الجوكر زي ما بيقولوا. وأقول لك على الكبيرة، الشركة اللي أنت شغالة فيها دي شركتي. يعني ممكن من بكرة الصبح أقول لك مع السلامة. لا وليه من بكرة؟ من دلوقتي أحسن. أنا اللي مش عايزة أقعد هنا ومش عايزة أشتغل في الشركة دي ولا يبقى ليا أي علاقة بيها. عارفة ليه يا بنت خالي؟ ليه يا بنت عمتي؟ عشان أنا مش جاية هنا أدخل معاكي في أي صراعات أو يبقى ما بيني وما بينك طار. أنا جاية أشتغل وأبدأ حياة جديدة بعيد عن أي صراع أيا كان إيه هو. وأمك موافقة على كده؟ قولي لي صحة هي فين؟ قاعدة في البيت الكبير؟ خدت كل حاجة؟ ارتاحت؟ نارها بردت؟ لا للأسف نارها ما بردتش. بس أنا دلوقتي اكتشفت حاجة مهمة أوي. أنتوا الاتنين زي بعض بالظبط. هي النار عمالة بتاكل فيها مش عارفة توقفها، وأنتي النار كلت قلبك خلاص يا نادية. أنتي كان عندك فرصة كبيرة أوي إنك تطلعي من كل اللي فات، بس أنتي اللي مش عايزة. أنا ما هرتاحش ولا يهدالي بال إلا لما آكل كبد كل واحد ظلمني. انتي بتصعبي عليا والله. انا عارفه ان انت ما تقدرش تخرج من تحت ايد مهدي، وعارفه كمان انك عبد عنده. لا يا هانم، انا مش عبد عند حد. ما يهمنيش. لو عايز تقوله ان انت جيت وقابلتني ما عنديش اي مشكله. اصل انا عايزك في حاجه تانية خالص. وايه هي بقى ان شاء الله؟ محرم يخرج من الدايره وانا اللي اخشها.
طب ازاي؟ هقول لك ازاي. انا اللي معايا وتحت ايدي بعد ما روان ما عمل لي التوكيل كتير قوي قوي قوي، اكتر من اللي عند محرم بكتير. يعني انا اللي همشي الليله. الله، ما دام انت عارفه الليله تمشي ازاي بعت لنا ليه بقى؟ انا عارفه الليله تمشي ازاي، بس ما اعرفش السكه منين، فعايزاك توريني اللي انا ما شفتوش وتعرفني السكه اللي انا ما اعرفهاش. ده كلام كبير قوي يا ست كريمه. هو الكلام ده اللي هيجيب من الاخر. سيبك بقى ان انا اقعد مع محرم وناخد وندي في الكلام، وان هو مجرجر البنت شهد وراها لمجرد انه عمل لها خدمه، الكلام ده ما يمشيش معايا. انا عايزك توطب نفسك وتجهز كل حاجه وتيجي هنا تقول لي تمام، ساعتها انا هقول لك انا تحت امرك. ماشي يا شمس؟ ساكته كده ليه؟ انا كنت مفكر انت هتاخديني بالحضن وارمي همومي على كتفك. علمك القساوه وانت طبعك حنين. انت مروان اخويا وعزوتي وسندي. انت مروان اللي كنت لما تغضب يتهز على نخل الجريد. يا اخي ده الواحد لما بيتوجع بيقول اخ. كيف بكى قلبك اقسى من الحجر؟ انت بتقولي لنا الكلام ده؟ اتكسر جوايا صوتك، اتكسر جوايا عمر. ده احنا كنا كنا. قولي. والله ناسيه كيف كنا، بس كنا. فاكر لما كنا صغيرين كنا نقعد ساعة العصرية على الدكة قدام الناحية الغربية، مولع قناديل جنبك 30 قلة مية، أحباب متجمعين، واحد يحكي، واحدة تسمع، واحد يعمل الشاي، واحد يكسر الحطب ويولع. كنت تفضل معانا لحد الفجر وتصلي بينا أمام، كان الكل يبقى حواليك. فين مروان الطيب أبو قلب حنون؟ أمك هي اللي بدت من الأول ولعت النار. كنت عاوزاني أعمل إيه؟ أقف أتفرج عليها وبتطلع فينا كلنا؟ كنت تطرد أمك من البيت تمشي ورا كلام كريمة وبناتها، كل ده ليه؟ عشان المال والدار والأرض. شمس، أنا اللي فيها مكفيني. أنت جاي تقطميني ولا جاي تساعديني أطلع من هنا؟ تقلقش، هتطلع من هنا بإذن الله، وأنا مش هسيبك يا أخوي. أنا عاوزك تعرفي إن كل البلاوي أكيد ليها سبب، واللي فتح الباب لازم أن يقفله. كفاياكم من المناهدة، إيه ما بتشبعوش؟ دي دنيا فانية وليها في البشر علامات. حسن هو اللي جابني هنا. أنت مفكرني إن أنا جبته هنا، لكن أقسم بعز جلالة الله أنا مالي قد في اللي حصل له. مروان، آخر الظلم عتمة، والكل ظالم نهاية. بالله عليك ترجع عن اللي في دماغك قبل فوات الأوان. كريمة وبناتها ملهمش أمان، هم السبب في قتل ولدك وولدي وأبوك ومرضك. مرتي وولدي أعز الحبايب راحوا، هيفضل إيه تاني؟ طلع الحقد والانتقام من قلبك يا أخوي. ده الأخ ما يتعوضش، وأنت وحسن مالكوش غير بعض. أخ، زمن الإخوات مات ولولا شهادة الميلاد ما كناش هنبقى إخوات. اللي بيحصل بينكم ما يعملوش الحيوانات مع بعض، ده حتى بين الحيوانات تلقى أصحاب وإخوات. بالله عليك تفكر في كلامي زين وترجع عن اللي في دماغك. الحكم لله يا شمس، ورضا بالنصيب واجب. يمشي انت دلوقتي وسيبيني لحالي، لما اطلع من هنا هيبقى لنا كلام تاني ويحلها الحلال. دير بالك على حالك يا اخوي. وانت كمان دير بالك على حالك. عايزاك تفكر معايا هنعملوا ايه في الموضوع ده.
وتقول لي هتعادي حسن وعادي الدنيا كلها كمان. يا بنتي هيقولوا ان انا اللي وراكي. وماله؟ مش حقي وحق ولدي اللي جاي؟ يبقى لازم انا ادور عليه. حسن خلاص اتجنن، دماغه ما بقتش فيه، ممشي شويه ساعة وراه ورجاله الجبل كمان. واحنا كده ولو وصلت النجا في جصاده راجل لراجل هعمل كده. وجبريه؟ جبريه مين دي؟ انا فوزيه بنت عبد الجواد اخت عبد الحكيم وعبد الله الله يرحمهم جميعا. البيت ده انا ليا فيها اكتر من اي واحده فيهم، والكلمه هنيه لازم تكون كلمتي انا وبس. حلاوتك يا فوز. المهم هترد عليا ميتة؟ ولا حاجه، هي خلصانه مش محتاجه. كيف يعني؟ مروان في ايده كل حاجه، كتب توكيل لكريمه بس هي ما تقدرش تبيع. زياره واحده منك هتاخدي كل حقك وكل اللي انت عايزاه. فكرك كده؟ امال، بس تعملي كل اللي هقولك عليه بالظبط. خير؟ خير يا قلب امك؟ جات لوحدك ليه يا حبيبي؟ بقول لك ايه يا امه؟ في سؤال كده محيرني واكل دماغي مش عارف له اجابه. قول. خير؟ هو انا عملت حاجه كده ولا كده مش عاجباكي؟ هتموتيني بالحق يا امه زي مروان؟ هتخليهم يقولوا في البلد المرحوم حسن عبد الحكيم تلبس علي اسود ولا لسه حي؟ ادي على ولدي واكره اللي يقول امين. بس على فكره يا امه انت دعيتي عليه وكريمه وبناتها جالوا امين. لا، هو باعنا الاول وهي دعت علينا وهو اللي قال امين. ما تقولش حاجه، مش ناقصة كلام. أنا حزينة وقلبي مجهور، ولا أنت فاكر إن هين علي أقول على ولدي البكر إنه مات بعد الشر عليه؟ كتير بتوحش وأقول أروح له وأخده في حضني وأقول له بعد الشر عليك يا حبيبي سامحني، بس ما قدرش يا حسن، ما قدرش انسى ان قلبه قسي عليا وقف مع كريم قصادي. فتحي اهلا وسهلا. ازيك يا ست كريمه؟ يا ست ازيك انت يا فتحي، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ انا كويسه. وانت كيف؟ لك انت تيجي؟ مش طالعه بره. بره؟ هو مين اللي يطلع بره؟ مش لما يبقى بيتك يا حبيبتي تقولوا اطلع بره؟ خلاص. عايز ايه يا فتحي؟ حسن عايز اقعد معاك شويه. تقعدش معايا، مش طالع بره بقول لك. الله، تشرب ايه يا فتحي؟ تعال هعمل لك حاجه ساقعه، هعمل لك حاجه ساقعه. انا كلمت كل الناس اللي اعرفهم ومش هسكت غير لما تخرج من هنا. معاكي فلوس يا زينب؟ اه معايا. هديها كلها. حاضر. لو عايز فلوس تانية انا هجيب لك بكره. اخبار الشغل ايه؟ مفيش، سكته. ليه؟ هبقى اقول لك بعدين بقى. هدي تليفونك يا زينب، عاوز تليفونك. حاضر حاضر. عندك تليفون تاني؟ اه، في تليفون قديم في البيت. لما تروحي اشتري شريحه واطلبيني منها عشان اعرف رقمك. حاضر. مروان عشان خاطري ما تعملش اي حاجه تضر بيها نفسك. ما تخافيش يا زينب، ما تخافيش. عايزة
ترجع الفاتحة يا شمس؟ أيوة. وأنت يا فتحي؟ يا ريت. ضحكت عليها بكلمتين مش كده؟ لا، أنا اللي كلمته، طلبت منه إني أرجع له. أيوة عملت كده، وجالك عشان توافق مش عشان تقول لا. أنا فهمت خلاص إني ماليش غير بيتي وجوزي، وفتحي طول عمره كان طيب معايا. أنا اللي خليته يعمل كده، أنا اللي كنت عفشة مش هو. فاهمة أنت بتقول إيه؟ أيوة فاهمة وعارفة زين قوي. أول مرة أبقى عارفة أنا عايزة إيه. وأنا ما عنديش مانع. إيه؟ مستغربة ليه؟ تسلم يا أخوي. وأنت مش عايز تقول حاجة؟ كل اللي أقدر أقوله لك إن شمسة هتبقى جوه عينيا. أنا راجع ندمان وعايز أبدأ من جديد. ده جوز أختي. هتبقى واحد من العيلة. لا. أنا جوز أختك أه. لكن مش هرجع أضحك على نفسي تاني. أنا لا كنت من العيلة دي ولا عمري هكون. كل اللي بيني وبينكو شمس وبس. يعني مش هتيجي تعيش معانا هنا؟ لا أنا عايش في بيتي. اللي جايبه من حر مالي. ولو يا بنت الناس مش عاجبك الكلام ده يبقى القعده دي ملهاش لازمه الصراحه. انا موافقه، كنت هطلب منك كده. فتحي عملني مع اخويا شويه. ماشي. قبل ما اجي كنت عماله افكر وافتكر، عقلي عمال يودي ويجيب. افتكرتك وانت بتجيب الالوان، وعمال ترسم بحر وسما وشمس. سالتك بتعمل ايه يا حسن، قلت لي برسم بكره يا شمس، بكره اللي بحلم بيه. كنت بتسمع حاجات ما بفهمهاش، وكنت بتقرا كتب وعرة قوي عليا، بتقول لي يا شمس لازم تجري وتسمع الحلم، النغمة الحلوة اللي تدخل قلبك، عشان الحاجات النظيفة اللي تدخل الودن تخلي الودن نظيفة، واللي يشوف الجمال يكره العفش. انت رحت فين يا حسن؟ أنا ما عدتش شايفاك ولا عارفاك. فين حسن أخويا بتاع زمان؟ موجود يا شمس، موجود يا أختي. لو احتجت أي حاجة كلميني، مش هتأخر عنك. قومي. خبر ايه يا حسن؟ انت موافق انها ترجع له؟ الله، وما يوافقش ليه؟ انت عايزه البنت تقعد جنب منك زي البنت الواقفه كده؟ حرام عليكي بقى. ده جارين الاصل، انت عارفه وقال عليا ايه؟ يا اختي هيقول عليكي ايه؟ الراجل قال اللي شافه، ولا عايزاه يعني يكذب؟ حسن ايه؟ لو قال هتطرديه بره البيت ولا هتاخدي فيه العزا هو كمان؟ يلا يا شمس، يلا فتحي. حسن لو رجعتها له راح اولع في البيت كله. تك ايه يا جبريه؟ هو انت ما بتشبعش حرايق يا وليه؟ هو انت عامله معاهده مع بتوع الجاز والبنزين؟ اتق الله اتق الله، ده انت سوابق. Thank you.
ايوه يا باشا، دي عند مروان بتزور حبيب القلب. ازيك يا والد عبد الحكيم؟ يدك جبرية اللي كنت بتعاديني عشانها هي اللي جابتك هنا، مش كده؟ أنا النهاردة أسعد واحدة في الدنيا، الدنيا كلها ما سايعانيش، وأنا شايفاك مرمي هنا بين أربع حيطان، والناس بتقول عليك المجنونة. أهو أهو المجنونة. أنا هاخد روحي. هقتلك يا نادية، هقتلك، خاصة ما بعز الجلال في النار، هقتلك، سيبوني ابعد عني، بعده. ها يا صبحي انت فين؟ انا موجود اهو. ايه؟ طب يلا ما تتأخرش، انا مستنياك، مع السلامة. ايوه ايوه انا يا كريمه يا بنتي، بقول لك مش انا السبب، هقتلك. مش انا السبب، سوف هو السبب، فهمي، سوف هو السبب. بس انت راس التعبان، وانا لازم اقطعها عشان اخليكي عبره للناس كلها. ايه كنت فاكره اني مت؟ لا، ربنا كبير، كتب لي عمر جديد عشان اخليكي عبره للناس كلها. انت تخليني عبره؟ محدش هيصدقك. عارفه ليه؟ لان هنا وفي اي حته ما بيصدقوش الخجر، عشان الخجر ملهمش كلمه، بيبيعوا وما يشتموش. كل اللي هيحصل انك هتترمي في السجن، ورقبتك الحلوه دي حلوه هيتلف حواليها حبل المشنقه، وكل ده هيبقى على مزاج صوفة. فهمتي؟ مش مشكله، المهم اخلص من هنا. اوعي نسالي ايدك على بطنك. اسمعي كلامي كويس قوي، انا لو عايزه اقتلك هقتلك دلوقتي وانت قدامي. اسمعي كلامي تكسبي، انا هنخنخك، هعيشك في عز، فلوس وجاه ومال، واللي ملوش اهل القرش بيعمل له قال جا جيا. فهمتي؟ ما تخافيش ما تخافيش، تعالي ما تخافيش. طب انا عايزاكي معايا يا عبيطه، عايزاكي معايا، ومش عايزه مخلوق يعرف ان انت عايشه. هقعدك في بيت ابويا في اخر البلد، مهجور ومحدش بيروح له هناك. ما تخافيش، وهتبقي في امان، هديكي كل اللي انت عايزاه، ولو مشيت زي ما انا عايزه هنغنغك. مش كده وبس، ده انا هركبك على رقبات الناس كلها بما فيهم صوفة، وانا هصدقك كيف؟ انت كنت عايزه تموتيني. طب ما انا ممكن اموتك دلوقتي وادفنك هنا، لا من شاف ولا من دري،
وانت كده كده ميتة. اسمعي، انت ليكي حق ما تصدقينيش ولا تثقي فيا بعد اللي حصل، بس جربيني المرة دي هتخسري ايه؟ بالعكس ده انت هتكسبي كتير قوي. خدي خدي السكينة دي وامشي من هنا دلوقتي قبل ما يجي صوفة. ايوه اسمعي الكلام، استنيني في اخر البلد وانا في خلال ساعة واحدة هكون عندك. يلا يلا مستنية ايه؟ دريها بس يلا. اتفضل يا صبحي باشا، معلش المكان مش قد المقام. لا مؤاخذة يا ست اتأخرت عليكي. معلش ولا يهمك. كلمنا مهدي باشا. ايه الأخبار؟ فرحه بكره على بنت محرم. على فكرة أنت معزومة أنت وبناتك، يا ريت تيجي. والمخفية اللي اسمها جبرية هتروح؟ أوه أنت مالك أنت؟ خليكي في مصلحتك، اسمعي كلامي. ماشي الكلام. عايزاكي معايا. ومش عايزة مخلوق يعرف إن أنت عايشة. هقعدك في بيت أبويا في آخر البلد مهجور ومحدش بيروح له هناك. ما تخافيش وهتبقي في أمان. هديكي كل اللي أنت عايزاه. ولو مشيت زي ما أنا عايزة هنغنغك. مش كده وبس. ده أنا هركبك على رقبات الناس كلها بما فيهم صوفة. وانا هصدقك كيف؟ وانت كنت عايزه تموتيني. طب ما انا ممكن اموتك دلوقتي وادفنك هنا، لا من شاف ولا من دري، وانت كده كده ميته. اسمعي، انت ليكي حق ما تصدقينيش ولا تثقي فيا بعد اللي حصل، بس جربيني المره دي هتخسري ايه؟ بالعكس ده انت هتكسبي كتير قوي. خدي خدي السكينه دي وامشي من هنا دلوقتي قبل ما يجي صوفة. ايوه اسمعي الكلام، استنيني في اخر البلد وانا في خلال ساعه واحده هكون عندك. يلا يلا مستنيه ايه؟ دريها بس يلا. اتفضل يا صبحي باشا، معلش المكان مش قد المقام. لا مؤاخذة يا ست اتأخرت عليكي. معلش ولا يهمك. كلمنا مهدي باشا. ايه الأخبار؟ فرحه بكره على بنت محرم. على فكرة أنت معزومة أنت وبناتك، يا ريت تيجي. والمخفية اللي اسمها جبرية هتروح؟ أوه أنت مالك أنت؟ خليكي في مصلحتك، اسمعي كلامي. ماشي الكلام. نزل يضرب. ايه بس في ايه تاني؟ اوعدني الاول. اوعدك يا حبيبتي. مش لما تعرف الاول انا عايزه ايه؟ اللي انت عايزاه انا تحت امرك. لا كده بتضحك عليا واخاف منك. طب خلاص ما وعدكيش، كويس كده؟ لا تعرف عايزه ايه وتشوف هتقدر ولا لا. ولو ما قدرتش انا يا شمس هتسيبيني؟ لا مش هسيبك، بس هبقى عايشه معاك غصب عني. خير. تشتغل يا فتحي وتحط في بالك انك يكون عندك بيت وعيله. ولازم يكون عندنا واد ولا بيت. حاضر حاضر يا حبيبتي. تضحك عليا وتقول لي حاضر حاضر. وده مين البايخ ده كمان؟ اوعدني وما توعدنيش، ده وقته اصلا. ده ايه ده؟ حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا عمتي 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 حبيبتي. نورتي يا عمتي نورتي. أنا قلت ما حدش فكر فيكم ولا جاب لكم وكل. جبت لكم جوزين بط، إنما إيه؟ تربية يدي. تسلم يدي. وأنت عارفة فوزية تربيتها كيف. خشي يا بنتي دخليه على المطبخ. حاضر يا عمي. وأنت تعالى عايزاك. كلمك
كذاب، عينيك فيها مليون حاجة وشكلك ناوي على شر. أنا؟ اكتم. أنت تسمع الكلمتين اللي أنا جاي أقولهم وتفهمهم زين، سامع ولا لا؟ ظلماني والله يا ست فوزية. يا راجل إياك فاكر إن البيت الكبير ناسه بتاكل في بعض ومحدش فاضي يسأل على التاني، كل واحد فيه لافف حبل حوالين رقبته حيخنقه. لا تبقى غلطان. ولازمته إيه بس الكلام ده؟ شمس تبقى زي بيتي، شفتها بتكبر قدام عيني، والبيت الكبير اللي انت فاكر ان كل واحد فيه فوادي وما بقاش له كبير، انا بقى الكبيرة بتاعته. واذا شميت يا فتحي ولا عرفت انك هتعمل حاجة كده ولا كده، انا اللي هقفلك. انا بحب شمس. حب ايه اللي بتتكلم عنه يا سيد الرجالة؟ انت لا بتعرف تحب ولا تكره. انت رجعت لشمس عشان الفلوس، الفلوس اللي هي هتاخدها تقوم تلحق تكوش لك على قرشين، وماله مش عيب، ما هي الفلوس بتزل النفوس وتخلي الواطي عالي، لكن الفلوس بتزل النفوس الرخيصة، إنما النفس الغالية والأصيل لا عمره لا بيتزل ولا بيطاطي. فهمني ولا أقول كمان؟ هو في إيه؟ دخلة فيها شمال كده عمالة تديني في جنابي، ليه كل ده يعني؟ كل ده عشان رجعت الشمس؟ ياكي فاكرني يا واد مصدق انك رجعت الشمس حب وعشق وغرام؟ شمس دي تشيلها جوا عينيك، واللي بيحصل جوا البيت الكبير مالكش صالح بيه، احنا عيلة ناكله في بعض، لكن اللي يخش بناتنا نهرسه. بنت يا شمس، شمس. ايوه يا عمتي. تعالوا اقعدي، عايزاكي. حاضر. عايزاكي افهم. طب انا اقوم اعمل لك كوبايه شاي بقى بنفسي، منورانا يا عمتي والله. تسلم يا اخويا. متشكره قوي يا عمتي. شمس اسمع الكلام اللي هقول لك عليه ده وحطيه حلقه في ودنك، واياكي في يوم تنسيه. قولي يا عمتي. انت شمس بنت عبد الحكيم الله يرحم، واخوكي ابقى مروان كبير البلد، واخوك الثاني حسن زينة شباب البلد كلها، أمك تبقى جبرية، وعمك عبد الله الله يرحمه كان سيد الرجالة، وعمتك تبقى فوزية. اوعي يا بت اللي حصل ولا بيحصل ينسيكي الكلام ده، وفتحي دي ما عايزهوش في يوم من الأيام شوفك ضعيفة ولا مكسورة، فاهمة ولا لا؟ قلبي يوجعني قوي يا عمتي. وماله؟ قلبك يوجعك هنيه من الأربع حيطان، لكن تطلعي من البيت راسك مرفوع لفوق تطول السما ومحدش يقدر يطولها. وفتحي لازم يعرف ان انت رجعتي له عشان تحادي على بيتك، عشان انت عايزه كده مش عشان هو سيد الرجاله. حاضر يا عمتي. لازم أن تاخدي بالك منه وتحطي عينك عليه، يبقى زي الخاتم في صباعك، يعمل اللي انت بس عايزاه يعمله. فاهمه يا بت ولا لا؟ سينا تعالي. جيتي؟ انا كنت خايفه ما تجيش، وقلت لو جيتي دلوقتي هتجيبي معاكي صوفه. لا انا لما بوعد بحاجه بنفذها، وخلي بالك من صوفه وفتحي، مالكيش دعوه بيهم، ديلو ياكلوا لحمك ني وعظمك كمان ما يرموش للكلاب. طب انت واخداني على فين؟ ما تخافيش امشي، واخداكي على الهنا والسعاده. تعالي يا ستي. اقفي هنا اتفرجي على البيت ده. هو ده بيت؟ ده قصر. شايفه القصر ده؟ هكتبه لك باسمك. باسم انا؟ ايوه، وهفرشه لك الفرش اللي يليق بيكي كمان، بس المهم تسمعي كل كلمه هقولها وتنفذيها بالحرف. اتفقنا؟ حاضر. خدي دول. ايه دول؟
شوية فكة كده تمشي بيهم نفسك. دول كتير قوي. بس تسمعي كل كلمة هقولها وتقولي حاضر وطيب ونعم. أنا هعملك اللي أنت عايزاه ولو من غير فلوس كمان. مفيش حاجة من غير فلوس. لا تسألي بعمل ده ليه ولا لمين ولا عشان إيه. فاهمة ولا مش فاهمة؟ أنا من يدك دي ليه يدك دي؟ أي كلمة تتقال ما تخرجش بيناتنا إحنا الاتنين. لو حصل غير كده هتشوفي مني وش تاني خالص. اتفقنا؟ الو ماهر، ازيك؟ انا زينب عبد الله. انا قلت ان انت مش هتفتكرني. بصراحه انا بكلمك عشان عايزه اشوفك. اه يا ريت نص ساعه وابقى عندك. بنت حبيبتي الحمد لله الحمد لله ان انت عايشه. انا لفيت عليك مصر كلها. الحمد لله ان انت بخير يا حبيبتي. بخير؟ انت شايفه كده؟ ايوه اهو انا لابساكي بايديا وبسمع صوتك وحاسه بنفسك. ومين قالك اني عايشه ولا فيا النفس؟ انا مت من زمان، مت من يوم ما شهدتي عليا في النيابه، لما قعدتي قدام وكيل النيابه وقلتي له ايوه شفتها وهي بتكتب. انا مت يوم ما بعتيني عشان خاطر عبد الحكيم وولاده. متقولش كده يا بنتي، أنا عمري ما بعتك، ده انتي حتة من قلبي، انتي أغلى من نور عينيا اللي بشوف بيها. بس الغالي ما بيتباعش بالرخيص. بس أنا مش زعلانة، أنا مبسوطة قوي. تعرفي ليه؟ عشان أنا عملت اللي انتي ما قدرتيش تعمليه. أنا خدت طار أبوي وطار عمي عبد الله عشان انتي ضعيفة. طب تعالي يا حبيبتي، تعالي 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 يا حبيبتي. اقعد اقعد. عارفة يا نادين، أما المراد يخش جسم الواحد ويفضل ياكل فيه ما يسيبش فيه حته سليمه والسوس اما يخش جوه العظم ويفضل ينخور فيه. انا حصل لي كده يا بنتي، انا حصل لي كده. كنت بقول لعمك عبد الله الله يرحمه نفسي يا عبد الله اروح البلد ونبني لنا حتة بيت صغير على الأرض بتاعتنا ونقعد فيها وأجيب نادية وأخدها في حضني زي ما كنت بتجيلي وتقولي لي ما تخرجنيش من حضنك يا عمتي،
ما تخرجنيش من حضنك يا عمتي، ما تخرجنيش من حضنك يا عمتي. فاكرة ولا لا؟ مفيش حاجة من دي حصلت وعمك عبد الله زي ما انت عارفة نصب عليه وفلس وما بقاش حالته حاجة، وكل حاجة كنت بحلم بيها راحت، حتى انت انا ما عرفتش احافظ عليكي. انا بكرهك وانا بحبك، اوعي تقول انا بكرهك تاني، اوعي يا نادية. بس انا بكرهك وما حساش بذنب وانا بقولك ده، وانا هفضل عمتك الصدر اللي كنت بتيجي تتري تحس بالأمان. كلام، كل حاجة عشتها زمان كانت كلام، كل حاجة حلمت بيها كانت وهم. بس أنا مش بقولك كده وأنا زعلانة ولا ضعيفة، بالعكس أنا بقولك كده وأنا قوية أقوى من الأول 100 مرة. نادية اللي اتخذ منها كل حاجة، نادية اللي كانت مداس للي يسوى واللي ما يسواش، دلوقت هتمشي الدنيا كلها على مزاجها. أنا هخليكم كلكم زي اللعبة في يدي، زي العرايس اللي بيحركوها بالخيط كده. وبكرة تشوفي يا كريمة. كريمة أنت ما تعرفيش عني أي حاجة، ما تعرفيش حصل لي إيه وأنا بقيت بعمل إيه من ساعة ما حطيت رجليا في البيت الكبير وهم حقنوني في دمي سمه، مبقاش عندي قلب، بقيت عامله زي الافعى اللي يقرب منها ان شاء الله من بعيد ترضعه. انت ما بقيتيش عارفه عمتي الكريمه، انا نفسي ما بقيتش عارفاني. انا ما عاوزاش اعرف حاجه. بس انت هتفضلي بنت اخويا وانا هفضل عمتك، وهيفضل قلبي مفتوح ليكي طول ما انا عايشه. ما تقوليش عمتي، انا عمتك غصب عنك، فاهمه ولا لا؟ طب بس كفايه عياط، ما تنسيش ان عندنا فرح مستنياكي. اسمع يا بدري، عايزك صحصح معايا انت بكل رجالتك. اسمع بس اللي بقولك عليه، فيلا مهدي تحط عينك عليها، تراقبها كويس جدا، اي حركه كده ولا كده تبلغنا على طول. سامع؟ انت مالك انت؟ هنبقى نسايب ولا انت بتتدخل في الحاجات دي ليه؟ خليك في شغلك، نفذ اللي بقولك عليه. ماشي خلاص، مع السلامه. مع السلامة. ماهر ازيك؟ يا زينب وحشاني، اتفضلي. بصراحة أنا مش عارفة أشكرك إزاي إنك وافقت تقابلني. وأنا كان ممكن أقول لأ. بصراحة أنا ما طلبتش حد أعرفه غير لو عمل نفسه مشغول أو مش عارف هو بيكلم مين. يلا. سيبك منهم، المهم أنت عاملة إيه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله. أنا كان ليا عندك طلب، ولو قدرت تعمله لي هتبقى خدمتني خدمة العمر. أه طبعًا، اتفضلي قولي. الحقيقة أنا عايزة أشتغل. ترجعي البنك؟ لا، أنا عارفة إن موضوع البنك ده صعب جدًا. أنت عارف وقتها إن أنا كنت شغالة بمعارف بابا الله يرحمه. بس أنت كنت شاطرة. أنا مش عايزة أشوف حد أعرفه. مش عايزة أتعامل مع حد أنا عرفت معدنه خلاص بعد ما مشيت. أه فهمت قصدك. بس أنت عارف إن أنا شاطرة وعندي خبرة و... طب أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا أعرف مكتب محاسبة كبير قوي. مكتب زين. اه طبعا، مين ما يعرفوش. هو كان طالب ناس تشتغل، انا هرشحك وهدعمك بجد والله. لا ما تقلقيش، بس هو في نقطه، انا سامع ان المرتبات عندهم مش مجزيه قوي. لا خالص، مش مهم موضوع المرتب ده خالص، المهم عندي دلوقتي ان انا اشتغل بس. طيب ماشي، اتفقنا. ربنا يخليك يا ماهر. يلا تشرب ايه بقى؟ ممكن انا اشرب عصير برتقال.
اتفضلي. مهدي بيه موجود؟ نقول لمين حضرتك؟ قولي له حد جاي لك من طرف محرم. اه دقيقة واحدة، اتفضلي. خير؟ في واحدة عايزة حضرتك تحت. طيب روحي انتي. نعم. اقعدي. انا مش جاي عشان اقعد. لو جاي عشان تقولي لي ارجع عن اللي انا نويت اعمله تبقي غلطانه. انت واخوكي بكره هتبقوا في السجن لو ما عملتوش اللي انا عايزه. ليه؟ يعني انا كنت فاكره ان انت عاوز تتجوزني انا. كل تصرفاتك كانت بتقول كده. محرم اللي بعتك تقولي لي الكلام ده؟ واطي قوي اخوكي ده ورخيص. معقول يبعت اخته تقول الكلام ده لجوز بنته ليله فرحها؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ على فكره محرم ما يعرفش ان انا جايه لك، ما عندوش اي فكره. بعدين هو انت مش كنت عايز محرم صبي من صبيانك؟ صح؟ انا والله كنت عامل لك كل اللي انت عاوزه ده. في ايه بقى؟ ريم انت بتحبيني ولا ايه؟ هو الموضوع مش حكايه حب واكيد انت فاهم كده. بس انا وانت كنا نبقى ايد واحده. كنا هنقدر نوقف الدنيا وما نقعدهاش. صح؟ اللي دخل لبنا بقى في الموضوع؟ عشان لعب يا حلاوه. كده اصول اللعب. عشان يبقى عامل زي البركان لما يفور يكسر الدنيا. انا وانت زي بعض بالظبط. اللي دخل لبنا بقى في الموضوع دي مش زينا خالص. عارفه المشكله ايه؟ المشكله الناس عارفه ان النهارده فرحي على لبنى بنت محرم. عادي مفيش اي مشكله. يبقى ريم اخت محرم. محدش هيقدر يقولك اي حاجه. محدش هيقدر يقولك تلت التلاته كام. انت عارفه ريم ان انا مبسوط جدا انك جيتيلي النهارده. حقيقي مبسوط. انا هحاول اعمل لك اللي انت عايزاه بس بشرط. قول اللي انت عاوزه. بوسي جزمتي. انت مريض على فكرة. بالعكس انا طبيعي جدا. من حقي اشوف اعدائي كلهم تحت رجلي. من حقي ادوسهم بالجزمة زي الصراصير. على فكرة لو خرجتي من هنا من غير ما تعملي اللي انا بقولك عليه اللي جاي هيبقى اوسخ من اللي فات كله. ليكي انتي واخوكي وبنته. ايوه حجة البيت. تعملي ايه عندك يا فوزيه؟ وايه يا حبيبتي الورق اللي في ايدك ده؟ بتسرقي يا فوزيه بتسرقي؟ بقول لك ايه يا وليه انت؟ ما عايزاش اسمع لك حس. خلص حسك من الدنيا بعيده ومن قتم وسطك. ايه بقول لك ايه الورق اللي في ايدك ده؟ وانت مالك انت؟ مالها لما تمال مالك؟ ورقي في بيتي وبيت ابويا وكل حاجه في البيت ده انا ليا حق فيها. ده كان زمان يا روح خالتك يخرجك بالسلامه يا مروان. اه والله يا اختي قال لي يا ست كريمه كل حاجه تبقى في ايدك وانت اللي هتتصرفي مفيش حد غيرك هيتصرف. طب يا ست كريمه بعدي عن خلقه اليومين دول لحسن انا عفاريت الدنيا والاخره بتتنطط قدامي.
حريم ورجال. يا سبحان الله، هو انا عفاريتي نامت وعفاريتك قامت؟ عفاريت لما ينططوك زي القرد يا قردة كريمة. عايزة ايه؟ اتلمي. بقولك بقولك انت اللي اتلمي، وهاتي الورق اللي بيدك ده. بس بس بس، هي الواحدة ايه؟ ما تعرفش تقيل ولا ترتاح في البيت ده؟ فيه ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ملكي صالح انت كمان. ياه، هاتي الورق يا فوزية، اسمع الكلام. مش هجيبه. خدي هنا، راحة فين؟ هاتي الورق بقولك. قولي يا فوزية، ايه الورق اللي معاكي ده؟ حجج البيت والارض. طب حلوة قوي، هاتي الورق يا فوزية. هو ايه ده اللي هاتي الورق يا فوزية؟ اطلعي فوق يا فوزية وسيبيها لي. نعم يا روح امك منك ليها؟ لا يا حبيبتي، ده انا امك كنت الجوز. اصحي. حكيم انت ما شفتيش نعناع لما تفرش الملايه؟ والنبي يا اختي افرشيها، عايزه اشوف لونها ايه. لونها اخضر فستقي. انا بحب الاحمر يا روح امك. خد يا بنت هنا. كنت فين؟ لفيت عليها البلد كلها، من شرقها لغربها، مش لاقياها. انت لسه؟ لو بعد 100 سنه. ماشي، وانا كمان لو بعد 100 سنه هدور عليه معاكي. لا، ده انا مش هخلي خرم ابره في العالم الا لما الاقيه بعون الله. عشان ايه قلبك حنين كده؟ يعني حسيت باللي انا فيه ولا صعبت عليك؟ ولا انت غير الناس حسيت باللي انا فيه؟ هقول لك بس ما تتريقيش عليا، عشان حبيتك. والله حبيتك. ايه حبيتك؟ مش مصدقاني ليه؟ واصدقك ليه؟ كنت شفت ايه من الدنيا ولا الناس عشان اصدقك؟ لا، لازم تصدقيني. عارفه ليه؟ عشان احنا الاتنين زي بعض، شبه بعض. لو انت قلتي اي حاجه لازم اصدقك على طول، وانا لو قلت حاجه لازم تصدقيني. واديني قلت انا بحبك. طب اقول لك على حاجه تخليكي تفقدي الامل انه يرجع. هو مين ده اللي يرجع؟ حسن. حسن ده انا شلته من دماغي، ما عايزاش اشوفه ولا عايزه اسمع اسمه. هصدقك، بس برضه هخليك النهارده تشوفي بعينيك الاثنين ان ولا انت ولا ابنه بقيتوا فارقين معايا. الموضوع انتهى خلاص، بس بشرط واحد يا مفيده، بعدها تبقي بتاعت صوفه. قلتي ايه؟ فاهم وعارف كل حاجة هتقوليها من قبل ما تتكلمي يا زينب. آخر مرة لما كنت عندي كنت عمال أفكر، وعقلي عمال يودي ويجي. نشلت حسن يا زينب هو صغير لحد ما كبر. كنت بشتغل وأشيل الهم، كنت عاوز يفضل بعيد ويفضل نظيف. أبوه كان دايماً يوصيني عليه ويقول لي إلا أخوك وشمس أختك ملهاش غيرك، أنت الكبير. عارفة يا زينب اللي معذبني؟ اللي معذبني إن أنا اللي ابتديت، أنا اللي كسرت حسن. ضحكت على نفسي، كنت فاكر إن أنا بربيه، لكن الحقيقة لا، أنا كنت بكسره. وطبعاً مستحيل ريم هانم تبقى في ضيافتي وما عبرلهاش عن سعادتي وامتناني وتقديري لعقلها. أنت أندى الإنسان قابلته في حياتي، وإنسان دي كلمة خسارة فيك يا مهدي، بجد خسارة فيك. أنا عايز أتجوز يا محر. كنت جاي بقى تعزمنا على الفرح؟ كان كفاية قوي تكلمني في التليفون. أنا قلبي راح لحد تاني خالص. يا ترى مين؟ لبنى.
لبنى، لبنى دي حتى مني من كياني، لازم أبعدك عنها. إيه ما كفكش اللي انت بتعمله؟ عاوز تدمر البنت كمان وتدخلها دوامتك يا حقير. لا ده بعدك، انسى لبنى، مش هيحصل. بس انا عمري ما فكرت فيكي ولا لفتت نظري ابدا. وبعدين عيب قوي اللي انت بتعمليه ده. عايزه تاخديني من خطيبتي عشان اتجوزك انت؟ خطيبتي دي تبقى مين؟ بنت اخوكي؟ انت عارفه الناس لو عرفت اللي انت بتقوليه ده هيقولوا عليك ايه؟ عيب قوي، عيب قوي اللي انت بتقوليه ده. كلك عقد وجسمك بينقط كراهية، متعتك انك تعذب الناس وبس، تعذب اي حد. لا لا، بس انا مش اي حد، انا ريم، ريم العقلة الجميلة الذكية. وعقلك يا ريم يوزن بلد، وجمالك بيفرض نفسه على اي حد قدامك زي ذكائك بالظبط ما بيسيطر عليهم كلهم. بوسي جزمتي. بس ازاي انا يتعامل معايا كده؟ واحد زي ده يلعب بمشاعري وعواطفي واحاسيسي؟ انا ريم يتعامل معايا كده من واحد حقير بالشكل ده؟ بس انا عمري ما فكرت فيكي ولا لفتت نظري ابدا. وبعدين عيب قوي اللي انت بتعمليه ده. عايزه تاخديني من خطيبتي عشان اتجوزك انت؟ خطيبتي دي تبقى مين؟ بنت اخوكي؟ انت عارفه الناس لو عرفت اللي انت بتقوليه ده هيقولوا عليك ايه؟ عيب قوي، عيب قوي اللي انت بتقوليه ده. كلك عقد وجسمك بينقط كراهية، متعتك انك تعذب الناس وبس، تعذب اي حد. لا لا، بس انا مش اي حد، انا ريم، ريم العقلة الجميلة الذكية. وعقلك يا ريم يوزن بلد، وجمالك بيفرض نفسه على اي حد قدامك زي ذكائك بالظبط ما بيسيطر عليهم كلهم. بوسي جزمتي. بس ازاي انا يتعامل معايا كده؟ واحد زي ده يلعب بمشاعري وعواطفي واحاسيسي؟ انا ريم يتعامل معايا كده من واحد حقير بالشكل ده؟ كسر الرجال موت أقوى من الموت ذاته، ما يهد الجبل غير كسر هيبته. اكسر هيبة مهدي قدام رجالته تقوملوش قومة تاني. والنخل عندنا لو انحنى نخلعه من أرضه، ومهدي لازم ينخلع من مكانه قدام رجالته. فاهم ولا نقوله تاني؟ هيحصل يما حتى لو فيها موتي. طب يلا عاوزين نخلص قبل ما أذون والناس ما يجوا. تقلقيش، رجالته واقفين بره، محدش هيخبط البد. يلا. ايه الجمال ده؟ لو اعرف ان جوازي هيخليكي تعملي في نفسك كده كنت اتجوزت عليكي من زمان. مبروك. الله يبارك فيك يا حلو. انا عارف ان قلبك طيب وهتفرحيني طبعا. انت ممكن تكسب الكل. هيفرقش معايا لا اكسب ولا اخسر حد فيكم كلكم. ما تصوريش فرحتي وسعادتي ان محرم هيجوزني بنته النهارده.
ولسه الفرحه تكمل كمان لما يتقفل عليا وعليها باب واحد ويجي يبارك لي في الصباحيه. يا سلام. انا ما كنتش اعرف انك كده. لا انا كده كده وابو كده. وبالنسبه لك انت بقى لسه دورك ما جاش. ادعي ربنا يرحمك من اللي عمله فيكي. تصدق انت صعبان عليا قوي. ما يصعبش عليكي غالي يا حلوه، بس يكون في علمك انه ما بيصعبش عليا حد خالص، حتى لو كان ابويا نفسه. بصي يا حبيبتي، جبريه تحت هي وحسن، الود ودها انها تقطعك حتت، بس عارفه مفيش حد هيخرجك من الليله دي خالص غير انا ومحر. والمطلوب يتفق على ايه؟ يتهيالي يعني انت عرفتي محرم كويس وفهمتي، ولا انا غلطانه؟ يعني هو مهدي يفرق كتير عنك انت ومحرم ولا عن جبريه وحسن؟ جبريه وعاوز رجبه ناديه، وحسن عايز يكوش على كل حاجه حتى لو على جثه اخوه، ومهدي عاوز يبقى فوق الكل، يبقى ايه الفرق؟ هو صراحة مفيش أي فرق. الفرق الوحيد إن إحنا هنخرجك من الدايرة السوداء ديت، صح ولا لأ؟ كمان مهدي ده مش لازم يعيش، عارفة لو عاش هتحصل مجزرة النهاردة. ده غير يا حبيبتي إن ده لو حصل هنخليكي أنت فوق الكل، فوق كل اللي أنت اتكلمتي عنهم دول. قلتي إيه؟ موافقة؟ تعالي تعالي عشان اخليك تشوفي بنفسك الهيلمونه اللي هم عاملينها. بصي عاملين ايه؟ يا مهدي مالك؟ وشك انقلب كده ليه؟ بس حلو الجو اللي انت عامله ده. ما كنتش عارف انك بتعزني جوي كده. تعرف انت بتعمل ايه؟ وعارف انا هعمل فيك ايه؟ انا هدفنك حي مطرح ما انت واقف. ايوه صح فكرتني. مش انا كتبت كتابي على لبنى؟ ولفته حلوه منك انك تحتفل بينا انا ومرت عندك. ايه؟ نفسك انكتم ليه؟ انت انتهيت يا مهدي. انتهيت. ومهما عليك انت برضو حشرة. انت عارف يا محرم انت وحسن انا هعمل فيكوا ايه؟ كلكوا هحاسبكم واحد واحد. ربنا يدينا ويديك طولة العمر. قدامي قدامي. تعال يلا يلا، احنا ورانا حاجات كتيرة نعملها، سيبك منها. تعالي تعالي يا بنت ما تخافيش. تعالي تعملوا ده مش في صالحك يا حسن، وكل ده عشان خاطر محرم. عشان تعرف بس ان انت ولا حاجه، رجالتك شافوك متجرجر ولا حد جه معاك. انتوا كلكم هتتحاسبوا على اللي انتوا بتعملوه ده، كلكم. يا اخي انا مش فاهم، انت بتجيب الثقه دي كلها منين؟ مش عارف اقول لك ايه يا صبح، بس الجدعانه دي تمنها غالي قوي عندي. حتى انت صبحي تبعت الكل عشان تبقى فوق وما عملتش حساب لحد. ده انت حتى ما اديتش حد فرصه عشان يراجع نفسه قبل ما يدوس عليك. انت هتتحاسب على اللي انت بتعمله ده يا حسن، وانت كمان اللي مشغلينك مش هيسيبوك وانت لسه ما سددتش القديم. انت لسه مش فاهم حاجه. انت فاهم ان الناس اللي بره يهمهم انت او انا؟ ابدا. كل يهمهم مين اللي هيسوق. وانت انتهيت يا مهدي، انتهيت. اهلا اهلا. اما انت في حسابك معايا بعدين. بالراحه على نفسي.
بس خدي بالك يا عروسة، عشان حسن ابن عمي بيزهق بسرعة. كان لازم يزهق، ما ينفعش ترمي حد في الصحراء وتقولي له عيش، ولا ايه؟ كله تمام يا باشا، مش هيقدر يتحرك من الاوضه. قول لي بس حضرتك عايز تعمل معاه ايه وانا هتصرف. لا معلش سيب مهدي عليا، اصل في بيني وبينه طار. صبحي وصل الست جبريه والست كريمه والبنات لحد البيت. تحت امرك يا باشا. انا مش منقوله من هنا غير لما اخد ناديه معايا. وانا مش همشي معاكي، انا صاحبه البيت ومسؤوله عن اي حاجه تحصل فيه، ومش همشي من هنا لما اعرف جوزي حبيبي هيحصل له ايه. معلش يا محرم، انا هقعد مع ناديه شويه، في حوار بيني وبينها كده هخلصه وبعد كده ارجع على البيت. ايوه صح، عشان في اتفاق بينا ولازم ننهيه. عم بسحاج انت فين؟ انا عاوزك ضروري. الحكايه طويله، انت بعد ما سبت البلد كل حاجه اتغيرت، اللي حصل كتير وكبير. لا انا في المستشفى وعاوز منك خدمه لازم تعملها لي. عم بسحاج لسه ليه نفسي يتجوز ويعيش؟ مش قلتلك ولده عبد الحكيم؟ ايه خلاص نسيه؟ طب اقول لك على حاجه، بس ما تقوليش عليها مجنون. قول. انا شاكك ان هو اللي خد الواد بقص من جبريه. اكيد اكيد قالت له الواد دوت فضيحه للعيله وفضيحه للبيت الكبير. اصلا عايز اقول لك على حاجه انت مش واخده بالك منها. انت عارفه انت بالنسبه لهم ايه مفيده؟ انت بالنسبه لهم البنت مفيده الخدامه اللي مجرد دخولها العيله فضيحه. امال بقى لما تجيب لهم حته عيل يشيل اسمهم ويبقى من العيله، دي هتبقى فضيحه بجلاجل. ايوه صح، عشان جديه مش في بالها، عشان جديه مش هم. يعني عبد الحكيم ممكن يكون كل شيء ممكن. دول كفره ليه؟ كان يقول لي خديه وامشي وانا كنت هبعد. طب اقول لك على حاجه مفيده يا مفيده، حسن ده لازم يندم على اللي عمله معاكي، لازم يعرف قد ايه هو كان غلطان، لازم يعرف ان اللي عمله معاكي دوت ما كسركيش، بالعكس ده قواكي. ايوه لازم يعرف المفيدة ما اتكسرتش، وانها هتعيش وهتكمل حياتها احسن من الاول كمان. اتجوزها خلاص، اتجوزها. مالك يا ريتال؟ مش ماسكه نفسك ليه؟ هموت، كان نفسي امسك في زمارة رقبته. اوعي تكوني لسه عايزاه. عايزاه؟ عايزاه ايه وزفت ايه؟ انا كل اللي انا كنت عايزاه اني اكسره بس مش اكتر. مش يبقى عايش حياته كده ولا همه؟ ده انا ولا اكني كنت موجوده. أنا متهيألي لو رحت خدت الواد من عند أمه مش هيحس بيا. هو أنت مش عارفة حسن طول عمره بتاع دماغه ومزاجه وبس. بس أنا مش هسيبه، ورب الكعبة ما هسيبه يا كريمة. ريتال اهدي اهدي. وأنت همك إيه؟ وأنت في حاجة في بالك أصلاً؟ في إيه؟ لو عايزاه روحي له وقولي له أنا عايزاك رجعني، وهو على فكرة مش هيقول لأ. ترجع لمين يا مجنونه انتي؟ تجننتي يا بت؟ الأهرب ده. على فكره يا كراميلا، بنتك لسه بتحبه. بحب مين؟ بحب مين؟ اه بتحبيه. مفيش واحده ست كده يبقى قلبها قايد نار الا لما تكون بتحب. وعلى فكره حسن عارف ومتاكد ان هي لسه بتحبه، عشان كده عمال يلعب بيها الكوره، يوديها ويجيبها. حسن ما بيفكرش بالطريقه دي. حسن كان ما بيفكرش بالطريقه دي، لكن دلوقتي هو اتغير بعد اللي حصل. وتبقى تقابليني بقى يا كراميلا لو قلتي له تلت التلاته كام بعد كده. ما تنسيش ان برضه محرم بيه له وزنه، حاجه تقيله يعني كده. محرم؟ محرم عمره ما هينسى الحسن ان هو خد بنته من ايد مهدي، ده بقى جوز بنته يا كراميلا. قصدك ايه؟ قصدك الجوازه دي حسن ولبنى بجد؟ مش هزار وضحك على الدقون ومقلب وخلاص وكل واحد يروح لحاله؟ ما كانتش بنتك تعمل في نفسها اللي انت شايفاه ده.
على فين يا ريتان؟ هجيبه من سمارة رقبته. اترزعي هنا. سمارة رقبة مين؟ انت خلاص اتجننتي؟ عايزه تفتحينه اكتر من كده؟ شهد، تعرفي ايه انا مش عارفاه؟ بقول لك تعرفي ايه انا مش عارفاه؟ حسن اتجوز لبنى، يعني جابها على وشها، والبت حبته، ما هو بالنسبه لها بقى البطل الهمام، الزناتي خليفه، ابو زيد الهلالي اللي دخل وهوب خدها من بق السبع. يعني مال عينيها ودخل عقلها. والست بقى لما الراجل يدخل عقلها قولي عليها يلا السلام. مالك يا بت قلقانه ومرعوبه كده؟ اطمني محدش يقدر يقرب لك. يعني افهم منك ده اننا اتفقنا؟ اه طبعا. واضمنك منين؟ يا بت فهم، انت مرات مهدي، يعني انت اللي هتورثي، يعني من الاخر كده احنا اللي هنبقى محتاجين لك. يعني عشان كده هو بس؟ لا، عشان في حاجه مهمه قوي، عشان متاكده ان انت هتسمعي الكلام. بس الاتفاق ما كانش كده، اتفاقنا كان مصالح، يعني زي ما هدي زي ما هاخد. انت بتعلف حسن وهتخليه فوق، بس انا لو لقيت نفسي تحت بتفرج هدي الدنيا. مين قال كده؟ مين حتى اللي يقدر يعمل كده؟ محدش هيعمل كده خالص، اطمني. يبقى انا وانتي، وخدي بالك حسن مش مضمون ولا حتى محرم بذات نفسه. محرم مفيش في باله غير لبنى وبس، هي دنيته اللي عايش عشانها. اسمعي مني، انا كنت عايشه في بيت فيه راجل زي محرم بالظبط، عبد الحكيم ومحرم طينه واحده. عبد الحكيم كان حاج فوزيه وكان مستعد يدفنها بالحياة عشان خاطر ولاده، محرم ما يفرقش عنه. هاتي ايدك. عشان لما اقول لك انها حربايه تبقى تصدقني. حيوانات الخونه. فك فك يا مين دي يا بنت اللي حربايه؟ انت ايه؟ مفيش فايده فيكي. سبتك وعملت روحي ما واخداش بالي، وبرضه مفيش فايده. يلا يا بنت غوري غوري، ما اشوفش وشك هنا تاني. هتعملوا ايه؟ يا عيني على الزمن، بقى مهدي يتعمل فيه كده؟ يا عيني. بتعملي ايه يا نادية؟ بتعملي ايه؟ بتعملوا ايه؟ لا وطي صوتك. لا وطي صوتك. اخرس. سكري. يا بنتي يا الله. بيتك سامي. مبروك يا حلو، يلا. مالك؟ دي ضعيف شجاوي كل مدى يبقى أسوأ من الأول. تعرفي؟ أنا مش زعلانة على مهدي. وهو ده بني آدم يتزعل عليه؟ زمان كنت بزعل، كنت لما أسمع إن أي حد مات حتى لو معرفوش جوي كنت بزعل،
لما كنت اسمع اي حد قريبنا يقول اه اطلع على طول وافضل جاره لحد ما اطمن انه بيجي زين وعالي العال. عشان كنت عابرة؟ عشان كنت بني ادم. لا كنت هبلة. لو ما كنتيش هبلة كان زمانك دلوقتي قاعدة في قصر كبير معاكي مروان ملكة بإيديكي. لو ما كنتيش هبلة بجد ما كانتش عمتك جوزته بنتها فلحة. بس ما تقلقيش انت بكرة تتوديكي وتبقي جامدة قوي. كل حاجة جوايا ماتت. قلبي ده اللي كنت لما اشوف مروان معدي قدام بيتنا كان يدق قوي. لما كنت اسمع اغنيه لام كلثوم ولا عبد الحليم كنت اقول الاغنيه دي معموله مخصوص عشاني وعشانه. بطلي بقى حب وكلام فارغ، مفيش حاجه اسمها كده. خلينا في الأهم. بصي أنا هطلع على محرم دلوقتي، ها هحكي له على كل اللي حصل، وانتي لازم تاخدي بالك من حاجة مهمة قوي. بكرة الصبح لازم الناس كلها تعرف إن هو مات، جاله سكتة قلبية يعني، ها. ولما الدكتور يجي يعمل شهادة الوفاة ويدفن على طول. بس ما تنسيش حقي اللي اتفقنا عليه تحت. كل اللي انت عاوزاه هعمله. برافو. انا مش هتكلم كتير. بالراحه عليها يا ست فوزية. هما كلمتين وبس، بس ترد عليا من الاخر. دي صوره من عقود الاراضي وحجه البيت الكبير اللي سابهم اخويا عبد الحكيم الله يرحمه. هو سؤال واحد بس، بعد ما تجاوبني عليه هقول لك انا هعمل ايه. امريني يا ست فوزية. صح عبد الحكيم اخويا الله يرحمه كتب كل حاجه باسم مروان قبل ما يموت. انا ليه الورق؟ ورق ايه يا ابو ورق؟ ما انا ممكن اخليك دلوقتي تكتب كل حاجه باسمي. ده حتى محروس جوزي شاهد ان عبد الحكيم الله يرحمه قبل ما يموت قال لي كل حاجه انا هكتبها باسمك يا فوزيه، البيت والارض والفلوس اللي في البنك. مش حصل ده؟ حصل وقدام عيني. ده انا بنفسي اللي كتب الورقه ومضي عليها عبد الحكيم. عارف يا متر لو انا عرفت انك بتكذب عليا انا هعمل فيك ايه؟ وانا مالي يا ست فوزية؟ محروس. اصل لا مؤاخذه الارض اللي انت بتقول عليها والفلوس انهم باسم مروان مش مالي لوحدي، ده مال اللي في بطني، واد ولا بيت. وانا مش هسيب حق اللي في بطني يضيع ابدا، واللي هيضيع منه مليم احمر انا هخلص عليه واضيع روحه. صح يا محروس ولا مش صح؟ اهو على الاقل نريح البلد من بطن بتاكل وتشرب. ست فوزية. متر رد عليا وقولي الحقيقه كلها. انا هقول كل حاجه، انا هقول كل حاجه. الله صباح الخير. صباحيه مباركه عروسه. عليك. عليك. انت مش مبسوطه مني ولا ايه؟ لا مبسوطه. وانا ايه اللي يزعلني يعني؟ وانا مكشره في وشي ليه كده على الصبح؟ هو انت سبت الشغل عند محرم بيه ولا ايه؟ ايه الاسئله بتاعت الصبح الرخمه دي؟ لا يا ستي لسه شغال. امال مش شايفاك لا بتكلم ولا بتروح له؟ والله الراجل لما بيعوزني بيبعت لي. وسينا اللي قلت لي عليها. الله يحرقها ويقطع سيرتها. اسالي ليه عليها؟ هي كانت شغاله معاك هناك صح؟ صح. ليه؟ يعني طالما سابت هناك يبقى اكيد عايزين حد غيرها. فكنت بقول يعني. كنت بقول يعني انا اولى صح؟ صح. عشان تبقي جنب حسن. لا عشان ابقى قدامه، عشان يعرف ان انا ولا يهمني، عشان يعرف اني اتجوزتك.
عشان مش عايزاه يغيب عن عيني لحد ما اعرف ولدي راح فين. اه مفيده، بس انا يعني مش هينفع اعمل الحاجات دي. عشان خاطري يا صوفة، انا كل اللي عايزاه اني اعرف ولدي راح فين. بعدين القرشين اللي هيجوا من المحرم احنا ولا بيهم ولا ايه؟ والله كلامك زين، هقول له هقول له. مالكش حق، كان المفروض كنت كلمتني من زمان يا مروان. انا قلت خلاص بعد ما سبت البلد مش عاوز توزع دماغك باللي حصل فيها. انا فعلا سبت البلد، بس عمري ما نسيت اصلي ولا الناس اللي بحبها هناك. انا عارف يا عم اسحاق، انت الوحيد اللي كنت هتقدر تطلعني من هنا. انا كلمت ناس مركزها كبيره جوه في البلد، وعرفت ان كان متوصى عليك. انا متاكد من ده. انا هروح لامك. لا لا، ليه؟ انا ليا كلام معاها. مش هتسمع منك. كيف مش هتسمع؟ دي لازم أن تسمع وتعرف ان اللي بيحصل ده كله خراب. مش هتسمع منك، خد مني. انا عارف انا هعمل ايه. هتعمل ايه؟ اوعى تكون عاوز تنتقم يا مروان، ولا تقول اخد حقي. مش هتخلص. انت عاوز حقك، وهي عايزه حقها، وهو عاوز حقه. دايره يا ولدي هتدور فيها ومش هتطلع منها ابدا. انا تعبان، عاوز انام. هوصلك البلد. لا لا لا، انا مش هروح البلد. في مكان الاول لازم اروحه، وبعدين هروح البلد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أتكلم معاك يا جبرية. خير؟ أنا كنت عند المحامي. قطع هو وسيرته. جرجرته كيف البهيمة لحد ما جر وقال لي على كل حاجة. كل حاجة اللي هي إيه؟ عبد الحكيم ما كتبش أي حاجة لمروان زي ما هو قال. مروان هو اللي عمل كده عشان كل حاجة تبقى تحت يده والورث ما يتقسمش. لا حبيبتي، عشان كل حاجة تبقى تحت يد كريمة وبناتها. يا بوي شيلي كريمة وبناتها من دماغك، خليكي معايا أنا وفي الكلام اللي بقوله. يا جبرية، عيالك هم اللي باجيين لك، وولد ريتال ده يبقى حفيدك. حسن ولدك خلاص اتجوز، مع إنه مش هيعمر في الجوازة دي، لا بيعرف يحب ولا حاجة، هو بس بيحب النسوان. صح ولدي وانا عارفاك. ها وبعدين؟ البيت ده لازم يرجع من تاني البيت الكبير، بيت ابوي عبد الجواد الله يرحمه. لازم كل البلد تحكي وتتحاكى عن ناسه وتقول انهم احسن ناس في البلد. اها وماله؟ انا قلت له ولا اكره يعني؟ خلاص خلي حسن يطلع مروان من اللي هو فيه، وانتي تقعدي هنا في بيتك معززة مكرمة، بيتك وبيت عيالك. وانتي تأمري وتنهي وتبقي ست الستات علينا وكريمة، صح؟ لا يا اختي مش صح. لا عايزة ابقى ست الستات لا عليكي ولا على كريمة ولا على حد واصل، بس اللي بقوله ده هو الصح. يعني مروان يطلع وانتي تبقي ست البيت، وانا أبقى العروسة الحلاوة، كل يوم تكسري مني حتة وتكليها لحد ما أخلص، مش كده؟ إيه يا ولية التخريف اللي أنت بتقوليه ده؟ بقول لك إيه؟ أنا عارفة أنت عملتي إيه؟ خدت المخفي اللي أنت متجوزاه ورحت للمحامي عشان تظبط الليلة وتكوشي على الورثة اللي في بطنك، مش كده؟ لا مش كده، أنا مش محتاج أعمل كده، أنا الكبيرة والبيت ده بيتي، بيت ابويا الله يرحمه، وبيتك انت كمان، وبيت كريم. لا يا فوزية، البيت ده بيتي انا، انا جبرية، انا اللي عملت البيت ده. سنين عمري اللي قضيتها مع عبد الحكيم قضيتها عشان يبقى ده البيت الكبير. لكن انت حبيبتي كنت مشغولة في ايه؟ كنت فين؟ انا عمري ما سبتك يا جبرية، أنا طول عمري كنت معاكي وفي ظهرك. لا يا فوزية، كنت مشغولة بروحك وبقطر الجواز اللي فاتك، وخايفة للناس تقول عليك يا عانس، مش كده؟ كده يا جبرية؟
ولا هيك فاكراني عارفاش كنت بتقولي ايه لعبد الحكيم؟ يا عبد الحكيم يا اخويا يا حبيبي، انا خايفه لو جرى لك حاجه بعد الشر مرتك تقتلني انا كمان عشان تحط يدها على الورث كله، وبعدين تشوفيني تقعدي فريحي وتحبي على راسي كانك الحبيبه الغاليه. الكلام ده خلاص خلص، ما عادش منه. خلص من عندك، لكن انا لسه فاكراه يا فوزية. ومروان اللي انت عاوز اخوه يطلع من اللي هو فيه هو اللي نصر كريمة علي، انا امه. بقول لك ايه يا فوزية، البيت ده بيتي انا، ويا هيفضل بيتي يا هخليه كوم تراب باللي فيه. اهلا يا ريتال. ازيك يا ناديه؟ اهلا يا كريم، اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، صلاه النبي احسن. والله وزمرتي ونولتي يا ناديه، ربنا يهنيكي يا بنتي. اتفضلوا. اتفضل. ازيك يا نادية؟ ازيك يا كريمة؟ كريمة تاني؟ كريمة تاني يا نادية؟ بت، أنا عمتك غصب عنك وعن عيني اللي جابوكي كمان. أنا ماليش عمة، ولو أنت جاية عشان تقولي لي كلمتين من بتوع زمان على شوية مواعظ بلاها، وأنستي ونورتي، وما عنديش شغالين يعملوا لا شاي ولا قهوة. لا يا نادية، إحنا مش جايين يا حبيبتي علشان نقول كلمتين من بتوع زمان. زمان مات خلاص وما عادش منه. لا يا ريتال، زمان ما ماتش ولا عمره هيموت. بلاش نفتح كلام يخلي الدنيا سودة ويخلينا نمسك في خناق بعض. بص يا بنتي، أنا لا جاية ألومك ولا عاتبك ولا أقول لك كلام يسم البدن، عشان اللي أنت شفتيه يخليكي تعملي فيا أكتر من كده بكتير. بس احنا بصراحة بقى يا نادية مش جايين عشان كل الكلام ده، احنا جايين عشان حاجة تانية خالص. اهلا يا ريتال. ازيك يا نادية؟ اهلا يا كريم، اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، صلاه النبي احسن. والله وزمرتي ونولتي يا نادية، ربنا يهنيك يا بنتي. اتفضل. اتفضل. ازيك يا نادية؟ ازيك يا كريمة؟ كريمة تاني؟ كريمة تاني يا نادية؟ بت، أنا عمتي غصب عنك وعن عيني اللي جابوكي كمان. أنا ماليش عمة، ولو أنت جاية عشان تقولي لي كلمتين من بتوع زمان على شوية مواعظ بلاها، وأنستي ونورتي، وما عنديش شغالين يعملوا لا شاي ولا قهوة. لا يا نادية، إحنا مش جايين يا حبيبتي علشان نقول كلمتين من بتوع زمان. زمان مات خلاص وما عادش منه. لا يا ريتال، زمان ما ماتش ولا عمره هيموت. بلاش نفتح كلام يخلي الدنيا سودة ويخلينا نمسك في خناق بعض. بصي يا بنتي، أنا لا جاية ألومك ولا عاتبك ولا أقول لك كلام يسم البدن، عشان اللي أنت شفتيه يخليكي تعملي فيا أكتر من كده بكتير. بس احنا بصراحة بقى يا نادية مش جايين عشان كل الكلام ده،
احنا جينا عشان حاجه تانية خالص. اذا كانك ده ماشي. ناديه انا عايزاك تعرفي ان انت ما غبتيش عن بالي ولا لحظه. عملت ايه لما عرفتي اني مت يا كريمه؟ مت معاك يا بنتي، وقلبي اتنزع من بين ضلوعي. وبعدين؟ هو ايه اللي وبعدين يا بت؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ رحتي البيت، كلتي وشربتي ونمتي، وزينب بنتك حامل من مروان اللي هياخد كل حاجة، شهد لعبت لعبتها ولفت على محرم زي الحية، وانت يا مسكينة طلعتي هبلة زي اتجوزتي حسن اللي لعب بيكي. أصل حسن ومروان نسخة واحدة بعيد عنك. خلينا في المهم اللي أنا جايلك عشانه. مهدي الله يرحم. إيه؟ مات؟ كان قلبي حاسس والله. أصل امبارح كان وشه أصفر قوي. ويا ترى بقى مات إزاي؟ جلطة؟ ولا سكتة قلبية؟ ولا قضاء وقدر؟ بس يا نادية اوعي تكوني انت اللي قولي اللي انت جايه عشانه يا كريمة. اقسم بالله العلي العظيم لو ما قلتي عمتي وقلتي كريمة تاني لا هقوم دلوقتي اديكي علقه واقطع فيها جسمك لغايه لما يبان لك صاحب. ايه رايك بقى يا زفتة التين انت؟ البلد يا نادية. حلو كده انا احبك. محرم يهمك ولا بيجي على بالي؟ عبيطة وهبلة. بعد مهدي محرم هو اللي هيركب الموجة، عارفة كده ولا لأ؟ لسه محدش يعرف حاجة. تعرفي أصل الحكاية جاية منين؟ بكرة كل حاجة تبقى تحت رجلي. قولي لي يا زفتة أنت حامل؟ إيه؟ مستغربة ليه؟ يا بت لو أنت حامل هتفرق كتير. لو انت حامل ومعاكي حته عيل هتاخدي كل حاجه بسهوله، انما لو مفيش بقى واق وهو مات وكاتب لك كل حاجه السكه طويله قوي. حليني بقى على بال ما تثبتي، واوراق رسميه وحكايه وروايه، انما لو معاكي حته عيل كل حاجه هتبقى في ايدك بسهوله ومحدش هيفتح عينه عليكي. عرفتي ولا ما عرفتيش؟ وجبرية؟ مالها جبرية؟ يعني هي هتسيبني؟ أنا شفت في عينيها إنها حطاني في راسها. لا ما تقلقيش، أنا وكريمة هنعرف إزاي نجيب لك أجلها. المهم بس تسمعي اللي إحنا بنقول لك عليه. لا أنتوا تقولوا اللي أنتوا عايزينه، وأنا اللي أقول أيوه ولا لا. ما تتعيد لي يا بت. اتعيد لي، أنا اتخنقت منك خلاص. اسمعي اللي بنقوله يا عبيطة. حسن يتجوز لبنى عشان يبقى هو كل حاجة في كل حاجة. واضحة زي الشمس. يا بنت الناس، انت اللي في ايدك كل حاجة وتقدري تحكمي وتتحكمي وتخلي محرم ده حتة عجينة في ايدك كده، فاهمة ولا لأ؟ بقولك ايه؟ احنا في الآخر ملناش غير بعض. أنا بنت عمتك ودي عمتك. أنا عارفة إن اللي حصل عمل شرخ كبير يا نادية، بس احنا في النهاية دم واحد، مصلحتنا واحدة. جبرية وحسن واكلين دماغ محرم، وحسن هو عايز يبقى فوق الكل، ومحرم ده ملهوش أمان، يعني ممكن يبيع أي حد عشان أي حاجة، وأنا ماليش 30 أي لازمة عنده. بس والله العظيم تلاتة لو ما عمل اللي أنا طالباه منه لا هتبقى وقعته سودة. نادية مستنيانا. حد عارف الخبر؟ لا لا محدش عارف أي حاجة، وهي طمنتني، بس احنا لازم نروح بسرعة قبل ما الدكتور يجي عشان الدفن. عارف أهل البلد؟ لا لا لا، استنى ما نوصل هناك وبعدين نطمن، وبعدين يبقى حد يذيع الخبر ده. يلا بينا. باشا علي. إيه ده؟ مين اللي معاك دي؟ دي زوجتي. مين؟ زوجتي. جايبها ليه على هنا يا ابني؟
انا لقيت بقى من يوم ما البت سينا مشيت والبيت يضرب يقلب، وقلت اكيد سعادتك يعني بتفكري تجيبي حد مكانها، فقلت بقى مفيش احسن من حبيبتي زوجتي تيجي هي وعشان يبقى زدنا في دقيقنا. امشي اطلع بره وخد البت دي معاك، مش عايزه اشوفك لا انت ولا هي هنا تاني. ليه بس كده يا لبنى؟ حرام عليك، ادك طايش عيش حد مهما كان، دي بت غلبانه. مبروك الجواز يا صوفا. الله يبارك فيك يا باشا. فاكرنا نجدك. ما انت فاكر اهو يا باشا. لطيف. يلا يا مفيد افرجك على الفيلا. احنا يلا عشان ما نتاخرش. يلا يلا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا ماهر، بجد ربنا يخليك. اه طبعا جاهزه من بكره. اوكي مع السلامه. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. ايوه مروان. اتخرجت ازاي؟ مش مهم طلعت كيف، المهم ان انا جيت لك. عارفه يا زينب، محتاج احس بالامان، محتاج احس ان في حد في الدنيا دي كلها بيحبني صح. اقعد. انا مبسوطه قوي ان انت لما خرجت جيت على هنا. وانا انت كنت عاوزاني اعمل غيرك دي؟ بصراحه توقعت انك لما هتخرج هتروح على البلد على طول. انت بلد يا زينب، انا ماليش مكان غير المكان اللي انت فيه. يعني افهم من كده انك خلاص بقى هتقعد معايا؟ اقتنعت بكلامي خلاص؟ هروح البلد يوم واحد بس، اخلص كل اللي باجي لي هناك. لا اخاف تروح ما ترجعش تاني، هتدخل في نفس الدوامه. ما تخافيش. ايه الاخبار؟ بقيت احب كل يوم اكتر من التاني، ومستنيه فارغ الصبر. نفسي يجي قوي بس انت تبقى معايا، تبقى موجود هنا. هيحصل يا زينب هيحصل. بلاش تسافر. لازم اسافر، هتسبح وغير هدومي واسافر. مش عارفه اقول لك مبروك ولا البقاء لله. مبروك طبعا. مبسوط يا حسن؟ لا يمال، على جال عرفت يعني ايه حريم. طب والله الحمد لله ان ربنا شفاك. سيبك بقى من الكلام الرخيص ده وفتح مخك معايا شويه. ريتال، لو حاطه في بالك ان ممكن ارجع لك تبقي غلطانه. ومين قال لك ان انا عايز ارجع لك اصلا؟ بس انت عجبتني، حسبتها صح بالورقه والقلم. محرم برضه هو اللي جاي، وبنته لبنى اول مره تعجبني بصراحه. يعني؟ يعني مفكر من الاول خالص. انا كل اللي يهمني المصلحه، ما بقاش يهمني انت تتجوز مين ولا حتى تسيب مين. انت ايه مصلحتك في الحكايه دي؟ ازاي بقى؟ هو انت مش ابو ابني؟ ايوه حلوه عجبتني. ما جاش من الناحيه دي، نجيبه من ناحيه الواد. الواد ليه حق فيك وفي اللي عندك يا حسن. منين يا حسره؟ ما مروان خد كل حاجه. وهو فين مروان دلوقتي؟ مروان اتجنن خلاص، مفيش مجنون بيعقل ولا بيرجع تاني. بقول لك ايه، اطلع من نافوخي. لا مش هطلع من نافوخك. مروان مش لاقي اللي يقف جنبه عشان ما حدش عايز يطلعه من اللي هو فيه. انما انا ممكن اقلب الدنيا ومش هسكت الا لما ارجعه تاني يقف قدامك يا حسن. مروان لو خرج مش هينسى ولا هيسكت يا حسن، وانت عارف مروان كويس قوي. ده اذا خرج. اهلا يا عروس. القمر ده وشك مورد ما شاء الله. بطلي بقى شغل النسوان ده وملكيش دعوه بحسن. عيب لما تقولي شغل النسوان، ده انا حتى قلت ان انت جايه من بلاد بره ونسيتي الكلام البيئه بتاعنا ده. لا يبقى انت ما تعرفينيش. لا يا حبيبتي ما انا كده عرفتك خلاص. ريحي بقى دماغك. لا ريح دماغي ده ايه؟ ده انا بموت في التعب، حتى اسالي حسن. انت عايزه ايه يا ريتال؟ اللي ياكل لوحده ويزور. بقول لك ايه؟ مروان خلاص
خلص، واحتمال على ما تيجي تطلعي يكون روحه طلعت. لبنى ايه؟ هو انا بقول حاجه غلط ولا حاجه مش ممكن تحصل؟ لا يا حبيبتي، ازاي ممكن يحصل؟ اه طب ولا ايه يا حسن؟ مش ممكن يحصل؟ ما قلتليش يعني الست دي جت هنا ليه النهارده؟ عمتي وجايه توقف جاري. والله من امتى؟ من زمان. ليه يا شيخ؟ تعوي زي دلوقتي، ايه اللي مزعلك؟ عايز اعرف ست كريمه دي جت هنا ليه؟ وعايزه منك ايه؟ ما تقعديش تقولي لي عمتي ومش عمتي والكلام الفارغ ده. يا محرم باشا، كريمه دي عمتي، اخت ابوي، وانا اهم عندها من اي حاجه. عشان كده بقى دخلتك السجن مش كده؟ ما تقلقش من كريمه، انا عارفه اخرها. هو انا لو قلت لك اني مبسوط قوي هتصدقيني؟ مصدق، وعارفه كمان. لو كان خدك مني كنت ولعت في القصر ده باللي فيه. تعرف؟ انا عمري ما كنت اتخيل اني اتجوز مصري. بس انا خطفتك. حظك هو اللي حلو. انا جيت بلد ما اعرفش فيها حد غيرك. وانت بقى اللي شغلتني. لا، انت من اول لقطه وانت حاطه عينك علي. حسن، عيون حسن. انا ما بحبش الراجل الضعيف. انت شفتيني ضعفت ولا جبت ورا؟ اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص يا حسن. اللي جاي بتاعنا والدنيا كلها هتبقى ملك يدنا. انا عايزاك تبقى فوق والناس كلها تخاف منك وتعمل لك مليون الف حساب. هيحصل. وريتال. ودي مالها دي؟ طليقتك. اديكي قلتي طليقتي. بس هي مخلفه منك ولد واسمه عبد الله على اسم عمك، يعني عمرك ما هتقدر تسيبها او تديها ظهرك. ده انا بيعها وبيع اللي خلفوه. بس ريتال مش هتسيبك. ريتال ما صدقت اني طلقتها. انا كده زعل منك. ريتال دي مش سهله خالص ومش هتسيبك. انا افهم اللي زيها كويس قوي. حسن، ريتال بتحبك. تحبني انا؟ واكتر من الحب كمان. طب بذمتك دوقت كلام زي ده؟ انا بحب يعني اللي اوله شرطي يبقى اخره نور. يا لبنى، انت النور اللي منور حياتي كلها، واللي لا يمكن اشوف غيره. وعز بجلاله الله، هو ده اللي حصل. يعني مروان عايز ياخد كل حاجه في عبه؟ بس مين؟ على مين يا روحي؟ فوزيه وقفت له زي الذكر بصحيح. ده كان واقف قدامها زي الفرخه المبلوله، ده انا نفسي خفت منها. والله. واحنا هنسكت على كده ولا ايه يا محروس؟ لا يا حبيبي، انا مفهم فوزيه من الاول، قايل لها حق ابننا فوق اي حد في الدنيا. بقول لك ايه يا راجل انت؟ اهلا يا شمس. بطل تزن على دماغ فتحي، ولو عندك كلمه زين قولها، ما عندكش بالسلامه. فتحي، انت اتجننتي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ الراجل ده عايز الخراب يا فتحي. هو برضه اللي عايز الخراب؟ ولا اخواتك اللي خربوها؟ انت مش شايفه بيعملوا ايه يا هانم؟ وبعدين الراجل حق عليه جاي ينبهنا ويقولنا على اللي احنا لا درانين بيه ولا شايفينه. مالنا صالح؟ لا لينا صالح يا شمس، وانت عارفه كويس قوي احنا لينا قد ايه. انا ما عايزاش حاجه. اذا كنت انت مش عايزه يا ستي، انا بقى عايز. بس انت قلت لي. قلت لك ايه؟ قلت لك ايه؟ قلت لك ان انت اغلى حاجه عندي، وما كدبتش يا شمس، بس لما يبقى في واحد شايف نفسه فوق الكل يبقى لازم نقف له وما نسكتش. وبعدين قلت لك 100 مره يا ست هانم، لما بقعد مع حد ما تجيش تقفي وتلمعي اوكر يا بنت جبريه. فاهمه ولا لا؟ اتفضلي اطلعي على فوق يا فتحي. مؤاخذه يعني يا فتحي، اذا كنا جينا في وقت مش مناسب ولا حاجه. وانت مش خلصت انت كمان؟ انت عايز تشمت شمس فيا؟ ماشي. وايه الفاكهه دي؟ دي تنقيه شمس طبعا. Thank you.
بتعمل في هنا كده يا حسن؟ دي لك نجس وعينك ما يملهاش غير التراب. جبريه جرك وراها وانت مطاطي وما تقدرش تقول لها اي حاجه، بس ورحمه ابويا يا حسن ما خليك تتهنى باللي انت فيه، خليك تلف حوالين نفسك وتعرف مين هي ريتال، لما تجيلي متأكد ان كل حاجه تمام؟ اه يا حبيبتي كل حاجه تمام، بطلي انت قلق بس هتودينا في 60 داهيه كده. والله لا اله الا الله، البقاء لله. انا ممكن ادخلك السجن ما تطلعيش منه ابدا. حرام، أنا جاي لك لوحدي، لا معايا رجالة بسلاح ولا عامل حساب لأي حاجة أنت ممكن تعملها، عارف ليه؟ عشان أنا مش ضعيف، اللي أنتوا عملتوه معاي ممكن يخليني أقلب الدنيا كلها عليكم وأجيب رقبة كل واحد فيكم تحت رجلي، محدش هيلومني ولا يقول لي أنت بتعمل إيه. انت صعبان عليا قوي يا مروان، انت فاكر الدنيا زي ما دخلت زي ما طلعت؟ لا انت انتهيت. وعلى فكره في مستشفيات للمجانين كتير قوي بتليفون مني ارجعك زي ما كنت. ايه يا محرم، ما يصحش الكلام ده، امال اللي حصل بينه وبين اخوه دي حاجه تخصهم، احنا ملناش دعوه بيها وما نتدخلش فيها اصلا. اما بقى اللي حصل مع ناديه هيتحل. حل كيف يعني؟ يتحل، المصالح بتتصالح، وانت أدرى واحد بالموضوع ده ولا ايه؟ هو حقيقي طبعا هي غلطت لما قتلت ابوك، بس انت كمان ابوك قتل ابوها، وامك حرقت لها البيت، وكريمه دخلتها السجن، صح؟ يعني اللي اتعمل معاها اكتر من القتل، وصراحه يعني انا شايفه انتوا كده الاتنين خالصين. واللي بيني وبينكم؟ انت فاهم انك انت مسكت الدنيا باللي فيها؟ تقدر تحركنا زي ما انت عايز؟ مروان انت شايفني بقيت ايه؟ حرام، انا الوحيد اللي ممكن يخليك فوق الكل. انت محتاج للفلوس والرجاله والنفوذ، محتاج لعزوه في البلد، محتاج للكبير اللي يوقف في ظهرك وخلي الناس كلها تحت رجليك. مش فارقه معانا خالص الناس، طز غلطانه يا هانم. الفلوس مش رصيد في البنك، لا الفلوس ناس وراك تتحكمي فيها زي ما انت عايزه، تلعبي بيها وقت ما انت عايزه. الناس في البلد دي مش فلاحين وناس غلابه، لا هي القوه اللي هنعمل بيها شغلنا. الناس هي اللي هتداري عليكي، لو حد سائل هي لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم، طول ما بطنها مليانه ومرتاحه والناس دي مفاتيحها معاي. كلامك صح وعين العقل، ومحدش يقدر يقول عليه حاجة. انت مروان ابو العقل كله، واللي فاهم كل واحد من اهل البلد، واللي ابوك عبد الحكيم كان مالي عينهم بالتراب على انه ذهب، وكان بيوكلهم الفتافيت على انها لحم، وهم كانوا فرحانين قوي بيقولوا له كمان احنا وراك يا عبد الحكيم. بس الناس دي لو شافت العز اللي على حاج، لو داجت اللحمه اللي عمرهم ما داجوها، الناس دي لو شافت اليد اللي بتدي الضمير
هتقطع اليد اللي كانت بتضحك عليها، وهتجرب المشوار ورا اللي يزيد ويزود في المعون يا مروه. جربي. ما انا هجر. حرام، انت بمد يد ليك وهنسى كل اللي حصل عشان انت مالكش يد فيه، وهسدد كل اللي عليك وهفتح بيني وبينك شغل، وانت هتبقى العمده، انت اللي في الصوره، وشغلنا هيرجع زي الاول. انا هسيبك تفكر وبعدين نقعد ونتفق. البقاء لله يا مدام مهدي، بس خدي بالك الحكومه ممكن تيجي وتقول لك اطلع الجثه عشان نشرحها، اصل ولاد الحرام كتير، ممكن حد يقول كلمه كده ولا كده، الحكومه تظن ان في شبهه جنائيه في قتل مهدي بيه. السلام عليكم، البقاء لله. مفيش سد قدامي وقدامك يا محرم غير مروان. يا اختي مالكوا قاعدين حزانه كده ليه؟ ده بدل ما تفرحوا ان ربنا رجعه لكم بالسلامه. مالك يا هاشك، شايفانا بنلطم وبنصوت يا حبيبتي؟ طبعا فرحانين ومبسوطين ان هو رجع بالف سلامه. يعني بذمتك يا كريمه انت مبسوطه كمان مروان رجع؟ يا اختي السؤال ده تسأليه لنفسك، ده انا كنت بدعي ليل ونهار يجيبك بالسلامه يا مروان يا رب. وهو رجع الحمد لله، وخلاوتك يا جبرية وحياتك عندي، لكن جايبة عجل كبير قد كده اهو واتبحه تحت رجليه. لا مدام حلفت بغلاوتي تبقي صح كدابة، ده انت كنت حتموتك منه ما ماتش هناك. أنا؟ أولا بعد الشر علي ربنا يحرسني يا أختي، ده مروان ده ابني وحبيبي اللي أنا ما خلفتهوش، كفاية أنه خد لي حق ووقف في وشك يا ست جبرية. لا 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 لا، أنا كده بقى أخاف منك، الطريقة دي تخليني أقول إن جبرية عندها حق في اللي بتقوله عليكي. لا 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 يا حشرية، أنتِ أصلاً إيه اللي مقعدك في وسطنا؟ أنا اللي مقعدني هو اللي مقعدك الدلعة دي كريمة. يا الدلعة دي كريمة. مروان جه، مروان جه. السلام عليكم. مروان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله إن ربنا ردك ليا بألف سلامة. الحمد لله على سلامتك يا روح قلبي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا كبير، والله ما كنت بنام طول الليل حتى اسأل ريتال. حسن جوه مستنيك، وأنا كمان مستنيك من بدري من ساعة ما جيت هنا. عايزة أقول لك كلمتين قبل ما تدخل. بص يا مروان، أنا وكل واحدة من اللي واقفين وقاعدين دول كل اللي يهمهم إن هم ياخدوا حقهم ومالهم وبس، وده مش عيب. إنما اللي قاعد جوه ده كل اللي يهمه إنه يكسرك. قطع لسانك يا عقربة. كلامي مش عاجبك؟ طب هو قاعد جوه ومش هيخرج، وأنا وإنت هو يا مروان أنا هقول لك كلمتين. أنا عارفة إن إنت ما بتحبش كلامي، بس اسمعهم وارميهم البحر. حسن شاف نفسه كبير وفوق الكل، وأمك قعدت تنفخ فيه لحد ما بقى عامل زي البالونة، وانت بالنسبه له عامل زي السد اللي مش عايزه يعلى ويكبر يا مروان. مين قال ان الدم ما يبقاش مي؟ بيبقى مي وما يعيشش كمان. ليه ما قلتيلوش ان كلام كريتال غلط؟ لا كلامي صح يا نعيم. ليه قلتيله ان الدم بيبقى ميه؟ خشي قوليله ان الكلام ده مش صح. خشي بقى بلاش تجمدي قلبك كده، بلاش القسوه دي. ليك حق تزعل، وليك حق تشيل في نفسك مني وتحس ان الدنيا ضيقه زي خرم الابره، وليك حق كمان تقول ان اخويا الكبير
أهني وجل مني وضحك الناس عليا، ما اقدرش اقول لك لا. لكن ما فكرتش ان اخوك الكبير شال عنك حاجات كتيره قوي، وانت عايش حياتك ونعنيه في ديل ابوك وتحت امره. كل اللي تمنيته ورسمته علشاني اتخليت عنه علشانك. محدش قال لك تعمل كده. ولو كان اللي عملته ده عشان خاطري وعشان تشيل عني وتسيبني اعيش حياتي وحقك اللي انا عايزه، كنتش تيجي دلوقتي وتقول لي انا عملت وعملت. عايزني اتحمل نتيجه اللي انت عشته وادفع فاتوره اللي انت عملته. اللي بيعمل حاجة ما بيطلبش تمنها يا كبير. وانت سبت كل حاجة وقلت ماليش دعوة، وعايز سلطان زمانك والحريم جواري تحت رجليك، بديتش قلت انا فين وتعيز زمان عايش. لا مش صح. وكل مذنب وليه توبته مروان، ولا هتعترض على دي كمان؟ محرم جوزك بنته، لكن صدقني انت بالنسبه له ما تسواش، وانا اثبت لك ده. تعالى يا حسن حط يدنا في يد بعض وانسى اللي انا عملته، وانا كمان هنسى اللي انت عملته. طول ما يدنا في يد بعض محدش هيقدر يغلبنا. لا يا مروان، انت جاي دلوقتي تحط يدك في يدي بعد ما عرفت ان حسن خلاص بيجي فوق، بيجي في العالي ومش هينزل تاني. جاي خايف على نفسك بعد ما تكون اللي تخلى عنك. اسمع اللي انا بقول لك عليه. اسمع انت اللي انا بقول لك عليه يا مروان. الايام اللي جايه ايام انا حسن عبد الحكيم، عايزك تعيشها وانت راضي وتحمد ربنا. براحتك يا حسن، بس صدقني انا طول عمري هفضل في ظهرك، وعمري ما هنسى ان انت اخوي. صح طبعا، معلوم اخوك ولد امك وابوك. وقادر ربنا يحيي العظام وهي رميم ويرجع مروان تاني حي. هو احنا نكرهه الاخ يمسك يد اخوه، بس عشان ده يحصل لازم اللي انكسر يتصلح. يا مروان يصلحه كريمه يما. ما تقولش امه الا لما تطلع كريمه وبناتها من البيت من غير حتى ما تاخد خيط في يدها. وانا موافقه يا مروان، موافقه على اللي بتقوله جبريه. ممكن اخرج من هنا عشان البيت ده يفضل محافظ على هيبته، وانت كمان تبقى في حضن اخوك. اسمع كلام جبريه. مروان، محدش له حق يطرد حد من البيت ده، ولا حد يقول لحد انت مالكش حاجه فيه. يوم ما حد فينا هيطلع مطرود من البيت ده، البيت ده هيتهدى على نفوخنا كلنا. انت جاي دلوقتي تحط يدك في يدي بعد ما عرفت ان حسن خلاص بيجي فوق، بيجي في العالي ومش هينزل تاني. جاي خايف على نفسك بعد ما تكون اللي تخلى عنك. اسمع اللي انا بقول لك عليه. اسمع انت اللي انا بقول لك عليه يا مروان. الايام اللي جايه ايام انا حسن عبد الحكيم، عايزك تعيشها وانت راضي وتحمد ربنا. براحتك يا حسن، بس صدقني انا طول عمري هفضل في ظهرك، وعمري ما هنسى ان انت اخوي. صح طبعا، معلوم اخوك ولد امك وابوك.
وقادر ربنا يحيي العظام وهي رميم ويرجع مروان تاني حي. هو احنا نكرهه الأخ يمسك يد أخوه، بس عشان ده يحصل لازم اللي انكسر يتصلح يا مروان. يصلحه كريمة يما، ما تقولش أما إلا لما تطلع كريمة وبناتها من البيت من غير حتى ما تاخد خيط في يدها. وأنا موافقة يا مروان، موافقة على اللي بتقوله كبرية. ممكن أخرج من هنا عشان البيت ده يفضل محافظ على هيبته، وانت كمان تبقى في حضن اخوك. اسمع كلام جبريل. مروان، محدش له حق يطرد حد من البيت ده، ولا حد يقول لحد انت مالكش حاجه فيه. يوم ما حد فينا هيطلع مطرود من البيت ده، البيت ده هيتهدى على نفوخنا كلنا. اقولك على حاجه يا ست نعيمه، مش هما بس اللي هيطلعوا، لا والله وانت كمان هتطلعي معاهم. وانا كمان وراهم يا جبريه، مش كده؟ عشان ما يبقاش في البيت غيرك انت وحسن ومروان. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، البيت ده كبير، له جذور مده لسابع ارض. عارفه ليه؟ عشان كان لممنا جواه، كان مدارينا ومداري على بلاوينا. بس من ساعه ما نشرنا غسلنا العفش قدام الناس واحنا ضعنا وتفرجنا. مروان، أنا كل اللي يهمني إن البيت ده يفضل كبير وعالي. حتى لو طردت مرات عمك عبد الله بره، اللي هي بقت مرات أبوك، المهم أنت تحافظ على العيلة دي. ما عنديش أي مشكلة إن أنا أخرج وأنت ترجع لحضن جبرية. هي أمك يا حبيبي، أمك. إيه رأيك يا مروان؟ ايه رايك اللي انت بتسمعه واللي انت شايفه ده؟ حلو الكلام صح؟ كلنا اللي خايفين على البيت الكبير ولا هممنا اصلا. خليك فاكر، اوعى تسمع كلام امك واخوك. حسن عمره ما هيقبل انه يرجع يمشي وراك تاني، ولا امك هتنسى لك انك وقفت في صف كريمه في يوم من الايام، ولا انا هنسى اللي حسن عمله فيا. أجيب لك من الآخر يا مروان، البيت ده عايز إيد من حديد، والإيد دي مش هتبقى إيد أي حد فينا، هتبقى إيدك أنت بس. هنعملوا ايه؟ هتجيبي مدير حسابات للشركه هيرسيكي على كل حاجه. وبعدين مالك خايفه كده ليه؟ انا معاكي. ما انا عارفه انك معايا، انا عاوزه افهم كل صغيره وكبيره واحده واحده. انا لازم ابقى راسي على كل حاجه، وكمان محرم لازم يظبط الدنيا معايا. انا ما عاوزاش ميلم واحد من تركه مهدي يطلع بره يدي. ما تقلقيش هيحصل، انا وانت في مركب واحده. اقصى عليكي، انت شاكه فيا؟ انا بجد كده هزعل. لا لا، بقول لك ايه، الطريقه دي هي اللي تزعلني. احنا جاتلين ودفنينه سوا، انا شم ريحه العوج من على بعد. انت هتهبي فيا زي عبور الجاز، مش عيب؟ اهب، عشان كلام مروان امبارح حسيت انه عجبك وعشش في نفوخك. وهو ده وحش يا حبيبتي؟ احنا لازم نمسك الدنيا كلها من شرقها لغربها. حسن خلاص معلوم، اما مروان ده بقى هنستغل وقت ما احنا عايزين. مش فاهم. هفهمك، مروان خرج من المستشفى، ما يغركيش خلاص الهدوء اللي هو كان فيه، لا ده جواه نار قايدة، مستني بس الوقت المناسب عشان تهب فينا كلنا. لا ده احنا كده نقعده ونطلبه فنجانين قهوه عشان نعرف نفكره. اسم الله عليكي اقعدي بقى. هقول لك حاجه، انت تسيبي الاتنين ياكلوا في بعض، لا تشجعي ده ولا تشجعي ده، واللي هيكسب هتاخدي تحت باطك. مروان مش سهل، وحسن برضو مش ضعيف، ولبنى مش هتسيبه. مروان بيكرهني، بس احنا بنحبك ومروان مش هيخسر. ده لو طال يرميني تحت قطر يقطعني هيعملها. عنده الاهم منك دلوقتي. وبعدين يا حبيبتي ما تنسيش انت ليلى مرات مهدي، اقصد المرحوم مهدي الله يرحمه.
الا صح هي تركت مهدي تطلع كام؟ اي ثينك يعني على اقل تقدير مليار. مليار جنيه؟ جنيه يا خايبه، دولار. خلي بالك يا ناديه، احنا دفنينه سوا. ها صوفا ده راجل لطيف قوي، بس ما كنتش اعرف انه لطيف لدرجه انه يجيبك تشتغلي هنا. هو ما يعرفش ان انا وانت كنا متجوزين؟ وبعدين اكيد انت اللي طلبت منه، وحشتك مش كده؟ لساك زي ما انت وسخ، وديلك نجس ومش هتنضف ابدا. تكلمي اسيادك تكلميهم بادب. اسيادي؟ ولدي فين يا حسن؟ وديته فين يا حسن؟ عبد الحكيم؟ ايوه عبد الحكيم. ياك فاكر ان انا جايه هنا وراك؟ ولا قلبي لسه وجعني عليك؟ لا تبقى غلطان، انا جايه هنا بعد ما اتاكدت ان انت اللي خدت الواد. خدت الواد؟ مين قال لك الكلام الفاضي ده؟ عقلي، عقلي هو اللي قال لي الكلام ده، واللي بشوفه قدام عيني. انت لو كان قلبك وجعك عليه ما كنتش رحت تتجوز وتتهنى. انت لو ما كنتش تعرف مكانه ما كنتش نمت الليل، كانت عينيك دي شلبة دم عشانه. انما انت ولا على بالك، عقلك هادي، لا بياخد ولا بيدي. يبقى انت اللي خدته وديته فين يا حسن؟ حسن باشا. يا باشا انت طلبت حاجه من البت دي وما جابتهاش ولا ايه؟ تاخدها وتمشي من هنا، مش عايز اشوف وشها في البيت ده تاني. انت فاهم؟ فاهم طبعا يا باشا. مفيده، لم هدومك عشان هنخلي الفيلا للباشا زي ما امر. انا مش همشي من هنا الا ما اعرف ولادي فين. هتعرفي وبنفسك. يعني لبنى ادخل. انت ايه اللي جابك هنا يا بنت انتي؟ انتي تلمي هدومك وتمشي من هنا، مش عايزه اشوف وشك في الفيلا، انتي فاهمه؟ انا جايه وجع في عرضك يا ست هانم. انا عارفه ان انا ما استاهلش انك توقف في جاري ولا تبصي لي حتى نظره حنيه، بس معلش اسمعيني شوي. أنا ماليش حد في البلد دي عاد، لا قريب ولا غريب، وجاية وقع في عرضك. أنا زي الزرع الشيطاني، ملهاش جدر ولا فرع ولا بتطرح، يعني ماليش سعر عند حد في البلد. وإنتي بقى فاكرة إن أنا ممكن أعمل لك سعر؟ لا خالص، أنا جزمة في رجلك وما عايزاش أكتر من كده. بس خلي حسن يبعد عني. حسن؟ هو حسن عمل لك ايه؟ أنا طلعت من بيته وسبته، واستعوضت ربنا في ولدي اللي حرمني منه وخلاص. أنا عارفة إني وصمة عار بالنسبة لكل اللي في البيت، وها طلعت واترميت برا، ما حدش فيهم جه وجلدي كلت ولا شربت، ولا كانت في يوم عايشة معانا ولا شلت ولدنا كلبة واترمت، وما حدش عايز يعرفها تاني. أنا اتجوزت صوفة من توبي، اتجوزت مش حبا فيه ولا عشق له، اتجوزت عشان اتدرى فيه. وانا ما صدقت اني لقيت حد يلمني ويحادي علي. سايقه عليك النبي تخلي حسن يبعد عني. ما تنطقي يا بت، بلاش كهن النسوان ده. حسن اصله لسه فاكرني جاريه تحت رجليه، لسه فاكرني هبقى تحت يده زي زمان، يشاورلي اجري عليه، عمال يلعبني عشان عارف ان انا ممكن اموت نفسي اقطع من لحمي عشان اعرف ولدي فين. وصوفا لو حس ان حسن في نيته حاجه كده ولا كده هتبقى مصيبه، وانا عايزه اعيش. لا والله، وعزة جلالة الله، ما دام انت بقى عايزه تعيشي جاي تشتغلي هنا ليه؟ تقعدي تحت عينه ليه؟ انت فاكراني عبيطه؟ واكل منين؟ صوفا يصرف عليكي. صوفا؟ صح انا اتجوزته بس متغطيه بالهوا في الامشير يا ست هانم، بس اعمل ايه؟
ما انا كان لازم اتدرب اي حيطه حتى لو كانت حيطه مايله. وبعدين خلاص انا هطلع من البيت، ما عايزاش الشغلانه دي. بس حسن مش هيسيبني في حالي حتى لو طلعت من البيت. وانت يا ست هانم اللي في يدك تبعدي عني، انا قلت اجي واستنجب بيكي. وعزة جلالة الله هو ده اللي حصل. طب انزلي شوفي شغلك. لا انا همشي. لا ما تمشيش الا لما اقولك. انزلي اعملي لي قهوه وهاتيها بسرعه. عيني. الوسخ هيفضل طول عمره وسخ. اهلا يا نادي. خير؟ خير يا حبيبتي. انا جايه اطمن عليكي. انا تمام وزي الفل، بس لو اعرف ايه اللي في راسك. انتي؟ انا ولا اللي سابه مهدي؟ الله يسامحك يا بنتي، مروان ناولنا على نية سودة ومش هيسيبنا في حالنا ولا يقدر يجي جاري. مروان هيفكر ياخد طربوه. من مين؟ منك انتي طبعا. من انا؟ وانا مالي؟ مروان مش هينسى ان انت اللي قتلت ابويا ناديه. ناديه؟ تقصدي ناديه الله يرحمها ويحسن اليها؟ انا ليلى مرت مهدي الله يرحم. نادية حاجة وليلى حاجة تانية خالص. ومحرم ما صالحه معاي وريم حبيبتي قوي، زي ما تقولي كده احنا اتنين في واحد. لسه هبلة وعبيطة. ريم دي تبيعك فخامتي تعين. لو انا ما قلتلكيش، الجريب هو اللي بيبيع مش الغريب. الغريب كل اللي يهمه مصلحته وبس، انما الجريب لو كره كرهه بيبقى مر. انت السكينه سرقاك يا بنتي. هيحصل ايه يعني اكتر من اللي حصل؟ خدي بالك بقى، اوعي تدي الامان لمحرم ولا ريم. اوعي. وخلي بالك من اللي معاكي، وانتي لازم يبقى معاك اللي يقش. عارفه ليه؟ عشان محدش يقدر يلمسك كده ولا يهوب جنبك. انا ما عارفاش انت شغله روحك بالحكايه دي ليه. لو فات شهر ورا التاني مش هتقدري تقولي انك حامل من نادية. نادية انسي ان انا عمتك يا حبيبتي، خليني كريمه وخدي كلامي وعقلي. اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. انا عارفه ان انت مش قادره تنسي اللي حصل، بس انت عارفه ما كانش بيدي حاجه وكله على يدك. يا ريت تخلي بالك من نفسك وتفهمي اللي انا قلته ده. انا مش جايه عشاني، انا جايه عشانك انت يا بنتي. والله يا عشانك يا بنتي. انت دخلت هنا ازاي؟ انت ناسي ان البيت ده كان بيتي ولا ايه؟ مفاتيحه في جيبي. اديك قلتها، كان بيتك. محرم هو اللي قالك تعملي كده؟ هو اللي وراك ايه؟ عقلك مش مرتاح ودماغك مش هتهدى، صح؟
أنا صعبان علي الموظف بتاع الجمعية الزراعية، تخيلي قلم واحد جيب كل اللي ببطنه. أمال لو قطعت العقلة من صباعه ولا خلعت اللي درسه هيعمل إيه؟ أنت بتتكلم على إيه؟ أنا ممكن أحبسك مش هيهمني أي حاجة، أي حاجة بعد اللي حصل. أنا مش هقول لك رجع اللي أنت خدتيه، لا أنا عاوزك تسمع اللي هقول لك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد، سامعه؟ على فكرة ولا تهمني اللي اسمها رضا دي أصلا، بس ده غير اللي أنا شايفه. كرهي حسن، هو أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ أنا فاهمك، بس يعني بس إيه؟ دي خلاص بقت وريثة شرعية، عايزة نديها ظهري؟ حبيبي دي عاملة زي التعابين، ممكن تسم نفسها عادي جدا ولا يفرق معاها. هتقولي لي؟ أنا أكتر واحد عارفها. سيبك من نادية، نادية أمرها بسيط، في موضوع أهم بكتير. قولي مروان، الكلام اللي قاله مروان مقلق شوية. ولا هتحط في بالك؟ لا 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 يا حسن، أنا مش عايزاك كده خالص، أنا عايزاك تاخد بالك من كل كلمة بيقولها أي حد على إنها محمل للجد، حتى لو ما كانتش كلها جد، في جزء منها بسيط بيبقى بجد. أنت خايفة منه زيادة عن اللزوم؟ أنا مش خايفة منه خالص على فكرة، أنا بس عاملة حساب للي جاي. على فكرة بعد موت مهدي إحنا بقينا في الطب، وأنا قلت للمحرم الكلام ده، بعدين حبيبي أنت خلاص بقيت جوز بنته، أهم حد عنده في الدنيا دلوقتي هي لبنى، ها؟ وأنت كمان يا حبيبي هتبقى أبو عيالة، ولا أنا غلطانة؟ شيشي. انت جايب البن الحلو ده منين؟ الله، بقول لك ايه، شغل الهجامين ده ما ياكلش معايا. طب بقول لك ايه، ايه اللي ممكن يدخل دماغك وما يطلعش؟ اقسم بالله هصوت والم عليك البيت كله. وفيها ايه يعني يا بنت؟ وانا زعلتك في حاجه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اه بصراحه اتجننت من يوم ما شفتك، وانا اتجننت. اسمعي مني، لما مؤاخذه كده حسيت ان قلبي اتحرك والدم جري في عروقي، فقلت ده اكيد بقى ايه، الحب من اول لمحه. اوعى كده لمحه لما تبقى تاخدك، اوعى يا بيت تهدي، القهوه هتقع. بيقولوا ده للقهوه خير. خير؟ ماشي، دلقوا القهوه من عماهم وقالوا الخير جاهم. هتروحي مني فينا ساميه يا بيت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله، خير؟ خير خير إن شاء الله. قول يا مرت أبوي، أنا تحت أمرك. كنت عايز أعرف يعني هو أنت ناوي على إيه؟ ولا حاجة. إيه؟ شايفاني ماسك فرد وطايح في الخيل؟ ما أنا قاعد أهو، كافي خيري شري. ما عشان كده أنا جاي أسألك أنت ناوي على إيه؟ والله الواحد يحتار، يقعد ساكت وبعد عن المشاكل، المشاكل تجيب لحد عنده. انت عاوز احقق عيني، اكيد عندك محامي وعندك الورق اللي يثبت ان ليكي حق عندي. هات الورق وهات المحامي وتعالي خد اللي انت عايزاه، حتى لو حته من قلبي. يسترك دنيا واخره يا رب. بس بقى اللي هتدهوني باليمين هترجع تاخده بالشمال؟ اعوذ بالله، مين اللي قالك ده؟ بقول لك ايه يا مروان، أنا عاوزك ترجع تكلم أخوك. أنا مديت له يدي وهو اللي قال له
وماله؟ ترجع تمدها مرة واتنين وتلاتة، هيجرى ايه يعني؟ بقول لك ايه؟ أنا سبت الدنيا باللي فيها، وقاعد لا بهش ولا بنش، واللي عاوز حاجة يعملها. ما ده كمان مش حلو. أنت عاوزة إيه؟ عاوزة البيت الكبير يرجع كده ينور ويلعلط، يرجع البيت الكبير. هو أنت عشت وشفت البيت الكبير؟ لا، بس سي عبد الحكيم الله يرحمه عبده، كان يقعد يحكي لي على البيت الكبير ده ياما. الله يرحمه، وأنت مهمومة بينا، وقلبك وجعك. أجي لك دغري. يا ريت. عشان ابني. بقول لك يا مروان، انا مش عاوزك تسمع كلام امك ولا فوزيه ولا كريمه ولا بنات عمك. كل اللي بيحصل ده هري نسوان فاضي. انا عاوزه كلمتك تبقى من دماغك، محدش يمشيك، تشوف الصح فين وتعمله. روحي، زمانهم ديلو قلبين الدنيا عليكي، عايزين يعرفوا انت روحتي فين. يا سلام بقى لو عرفوا إن أنت كنت معايا، مش هيناموا الليل. عايزين يعرفوا إحنا كنا بنتكلموا في إيه. ماشي هروح، بس فكر في حكاية أخوك. حاضر، أنا هعمل إيه ده عشان تبقى الفاينل، النهاية. فوتك بعافية. الله يعافيكي. الله، لا إله إلا الله. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. عادل جهنمي. أهلا بيك. تفضل. شكرا. تشرب إيه؟ ممكن عصير برتقال. عصير برتقال. لو ينفع يبقى ساقع قوي يا ريت يعني استأذنك. ساقع قوي. زين. أمرني. لا مفيش حاجة، أنا عرفتك بنفسي، أنا اسمي عادل جهنمي. أنا من الشركاء الأساسيين في شركة مهدي. أنا عارف إن الموضوع مش وقته، بس أنا فعلاً جاي أعزي. في نفس الوقت جاي أتكلم معاكي في حاجات تخص شركة مهدي اللي حضرتك فيها دلوقتي. بس مهدي ما قاليش ان ليه شركة. ما هو مهدي كان الصورة اللي احنا بنشتغل من خلالها، وبعدين اصحاب الشركة ما كانوش حابين ان حد يعرف ان الشركة دي يملكها ناس عايشة بره من جنسيات مختلفة كمان. اصحاب الشركة؟ انت لسه بتقول انك شريك؟ ده حقيقي، وانا شريك للشركة اللي بيملكوا الشركة اللي كان بيديرها مهدي. معلش انا ما فهمش حاجة، ممكن تقعد تفهمني واحدة واحدة؟ تفضل. انا افهمك على كل حاجة. بص، شركات مهدي دي كلها لا يملكها مهدي من بعيد او من قريب، يعني مهدي بالنسبة لنا كان برفان، صورة بنشتغل من خلالها. اولا لأن بعض الشركاء غير مرحب بيهم في البلد هنا. ثانياً رأس المال الشركة زي ما قلت لك كله أجنبي، وفي تحافظ على بعض الجنسيات. ثالثاً وده الأهم، النشاط اللي كانت بتقوم بيه الشركة. برضه ما فهمش حاجة. يعني مهدي لا يملك أي حاجة في الشركة. مهدي كان بيدير بس، يطلب اللي يطلبه وبياخده. لكن هو ولا صاحب الشركة ولا يملك أي حاجة في الشركة. بس مهدي قال لي إن رأس مال الشركة ملكه، وإن رأس مالها يبقى مليار دولار. صح؟ مش هو ده الرقم اللي قالهولك؟ طب ذمتك واحد زي مهدي ده ينفع يبقى معاه الرقم ده؟ ومنين؟ من الشركة؟ شركة ايه اللي كانت قوتها توصله للرقم ده؟ وانا ايه اللي يضمن لي ان كلامك ده صح؟ انا معايا ورق يثبت ان مهدي يملك كل حاجة. يعني كلامك ملوش أي أساس من الصح. مزور. ورق مزور. ممكن الصبح أطعن لك عليه وباين إن أنتوا زورتوا في الورق ده. وتبقى أنت أول واحدة بره الشركة. يا نادية هانم. ليلى. نادية. نادية هاني. خد بالك، مهدي ما كانش ينفع يعمل أي حاجة غير ما يقول لنا. عارفة قبل ما كان يدخل الحمام كان بيتصل يستأذن. بس برافو عليكي. الطريقة اللي مات بيها مهدي كانت طريقة عظيمة. بس بصراحة مش متخيل إن واحدة رقيقة زيك وجميلة زيك ممكن تعمل اللي عملته. بس مش مشكلة. أنا مبسوط منك. أنا هضطر أستأذن بقى.
بس اكيد هبقى بينا لقاء تاني. بس هعزم المره الجايه اكون مع كريم عشان اتفق على كل حاجه. وميرسي قوي على العصير الساقع قوي اللي انا شربته معاكي، او هشربه معاكي المره الجايه. بس انتي وريم، سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمتك في التلفون ما بتردش، كنت فين؟ كنت في الزراعية. عايزة أتكلم معاك. أنا اللي عاوز أتكلم معاكي. من ساعة أبويا الله يرحمه ما مات. الله يرحمه. واحنا عمالين نلف وندور حوالين بعضينا. ولسه؟ كل ده ليه؟ عشان الفلوس؟ ينعل ابو الفلوس. كل واحد عاوز ياخد حته من ورث ابوي الله يرحمه. وزي ما بيقول حقه، صح ولا انا غلطان؟ صح. الله العظيم تعب. تعبت من العيلة دي ومش قادر أشيل همها. همها التقيل على قلبي. والعراق زاد عن حده، ولو زاد أكتر من كده هتلاقينا كلنا بنقتل في بعضينا. وفي الآخر اللي احنا عايشين فيه ده إيه؟ ملوش عازة. عمتي أنا هديك المال كله، اعملي فيه اللي انت عايزاه. بس انا ما كنتش عايزك ده. مش عايزك ده؟ مش محروس قال لك انت الكبيره؟ وقفي ولم العيله وانا وراكي وفي ظهرك. انت اخت ابوي، يعني انت الكبيره. وانا عارف ان انت هتعملي الصح. المال كله هيبقى في يدك، اعملي فيما بدالك. وانا عارف إن أنت هتعمل الصح والصالح. المال كله هيبقى في يدي؟ نويت على إيه يا ولدي؟ في إيه؟ في اللي اتكلمنا فيه، يعني لو توحشت حضني وعايز ترجع له هتعمل ايه؟ مفيش ميت بيرجع للحياة تاني. الموت مش انك تسيب الدنيا او انك تدخلي قبرك وتقفل عليكي. الموت ان الناس اللي انت فاكراهم اغلى عندهم من نفسهم يرموكي ويبقى دمك رخيص عندهم. أقول لك الدم يبقى مية. الله يرحمك يا ولدي. ما بترديش عليا يا ست الكل. فين الوعد اللي حضرتك وعدتيني بيه؟ الوضع اتغير. لا طبعا الوضع ما اتغيرش. حبيبتي خروج مروان قلب الليله. اقعدي. قلب الليله ازاي؟ لا بالعكس، ده خروج مروان عدل الميزان. مروان مش سهل خالص، وانا قلقانه منه قوي المره دي. بصي حضرتك، مروان المره دي خارج وهو زاهد كل حاجه وسايب كل حاجه، خارج عشان يروح لزينب. يروح لزينب؟ يا حبيبتي لما يروح يبقى يحلها ألف حلال. واضح يا ست الكل ان جبريه وحسن لا مؤاخذه في اللفظ لعبوا في دماغك انت والباشا. خلي بالك حسن ما يعرفش يعمل اللي بيعمله مروان ولا اللي انا بعمله. وجبريه غداره ممكن تبيعك في غمضة عين.
بتفكري في ايه؟ يعني انتي هتعرفي تمشي الشغل اللي كان ماشيه عبد الحكيم ومروان؟ جربيني. انا مش هكذب عليكي، بس صراحه دلوقتي حسن عندي اولى. مش لو نفع